وهي اللي تزيد في عدد المشاهدة وفي شدة الانتباه، لهذا كان بزاف ناس تحب تلجا الى حياتها الشخصية. لكن احنا نلجأ كقناة شروق برنامج صباحي صباح شروق التفاعل عبر التليفون، هذا هو الشيء اللي يعطينا نسبة المتابعة والمشاهدة من خلال اتصالاتكم يا احلى ناس. اول اتصال هاتفي معنا هذا الصباح، نقول الو يا صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور. وشاكم لاباس؟ الحمد لله لاباس، انتم بخير؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح الفل والياسمين، اهلا. نتعرفوا عليك؟ نتعرفوا عليك؟ نسرين من لوساندي. يا اهلا وسهلا بك نسرين، من حبابنا وناسنا من لوساندي وكل جزائر العاصمه. ان شاء الله يسمك. اكيد جارتنا نسرين. صح قريبه. انا هنايا قريبه. مرحبا. مرحبا بك. الله يسلمك، الله يسلمك، وراني فرحانه اللي راني حكمتكم. احنا اللي فرحانين باتصالك. قولي لنا، خلينا نتعرف عليك اكثر. سيده نسرين متزوجه، عندك دراري؟ متزوجه وعندي وراني جده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وراني كرومه. الله يبارك، ربي يخليهم لك ان شاء الله يا رب. الله يسلمك تعيش. قولي لنا اولاد احفادك راهم عطله، داو عطله؟ صغيره عندها عام. الله يبارك، الله يبارك، ربي يحفظها ان شاء الله. وفي الصيف موالفين تخرجوا ديروا عطله ولا غير في الدار؟ ولا غير موالفين نخرجوا. بصح وليت الخرجه ايه هنايا في العاصمه، تخرج كي تولي للدار تزعف تمرض. صح صح صح. وخارج العاصمه ما تخرجوش؟ خارج العاصمه نخرجوا خارج العاصمه، نخرجوا. تروحوا غير في نهاركم ولا تبرمجوا ايام في البحر؟ نبرمجوا ايام، هذا كومبي وهكذا. وبرمجتوا هذا العام ولا مازال؟ والله غير مازال هذا العام. هذا العام مازال ما برمجناش. غاليه الحاله. تخرج كي تخرج تولي للدار ايام. تقول كوي ما خرجت خير. صح. صح تتعب صح. وما عندناش هنا وين نخرجوا، يعني نهضروا الحقيقه. ما كاش وين نخرجوا. ماشي نقص الفضاءات صح. مع انه كاين منتزه الصابلات بعض كاين بعض المناطق وين تقدروا زعما تكون وجهه قدامها. ما نقدرش نروح فيها. ما تحبيش الغاشي هذاك؟ انا البلاصه اللي تروح ليها كتولي الدار تولي شغل ما تنحيش على خاطرك. خليك معنا في برنامجنا، تنحي على خاطرك معنا. احسن شيء. مرحبا وسهلا، كاش ما توصينا؟ والله العظيم غير الشروق منين بداوها الصباح حتى ما فوقش حتى ما رقدتش حتى الحمد لله. وانا مع الشروق. زياده فينا، زياده فينا هذا الشيء. والله الحمد لله غير مشيتوا لنا على خاطرنا، والله العظيم غير كنفطروا نشوفوا وجوهكم غير واحد ينحي على خاطر، انا وحده اللي جا نحي على خاطري منكم. الحمد لله يحفظك ويجاكم. وكي خص واحد فيكم ايه خص عثمان اللي تخص نتايا يا لطفي ولا غير حاجه تخصنا. ربي يخليك، ربي يخليك، ربي يخليك. تكونوا ثنائي كي صالح كي زهرة كي ساكي مليح. ربي يخليك، ما نحبوش بلاصه تكون فارغه. ربي يخليك. شكرا شكرا ليك. قولي لنا كاش ما توصينا؟ والله غير الحمد لله كل حاجه واش راكم ديروا الحمد لله. اليوم راح نفرحوا كي نعيط لكم هكذايا ونزيد كي نعيط لكم نحكمكم ديك الفرحه نهاري بدا هايل. احنا اسعد، احنا اسعد والله. عندك عندك فيسبوك تروحي تضربي طله؟ شوف هذه درت فيسبوك. ايه واش تنشري فيه؟ واش تحطي فيه؟ والله غير نحط فيه حوايج لي يأدبوا الانسان، حاجه لي تدرك الانسان كيفاش الادعيه. وكاين صفحات تتبعيهم؟ والله شويه شويه، ما باش ديجا الوقت ما كاش واحد حكايه واحد شويه يريح باش يشدوا. لكن اهتماماتك في المواقع، تحبي تتبعي الطبخ، تحبي تتبعي شخصيات مشهوره؟ لا ما نتبعش الطبخ، لا لا بغيتي نحب نتبع حاجه هكايا اللي تربيني تأدبني، حاجه هكايا ما شاء الله الانسان يقيس كيفاش تعاملي تستفادي منها، حاجه اللي نحب نستفاد منها ماشي حاجه يعني. طب الحمد لله كاينه من انا نتبعوه. ما شاء الله ما شاء الله. اش الشيف يعني الله يبارك، والله العظيم غير ما لا وما. قولي لنا خلينا نرجعوا للبنت، بنتك ولا بنت وليدك عندك؟ بنت وليدي. الله يبارك، طربة في عزكم، شحال قلتي لنا في عمرها؟ عندها عام. عام عام مازال ما يشد، مازال صفر، مازال شويه مازال. مازال. يغيروك الدراري الصغار كي تشوفيهم رايحين لاصال تاع سبور يديروا سبور مع والديهم؟ انا كنت ديجا ندير سبور، انا مني راني مربي اللي حبس كنت نروح يجوا الدراري يدوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كما يقولوا الحمد لله ماشي وحده اللي
شغل واحد الانسان قاعد في الدار ما شاء الله نفسه وكلش ونستفادوا ان شاء الله كما يقولوا نصبروا على الدين والطاعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يستفادوا على حوايج ملاح ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي في عزك ان شاء الله وربي يخليك اهلك وعائلتك شكرا لك سيدتي يعطيك الصحة على اتصالك ويعطيكم الصحة يعطيكم الصحة وتنمو كامل على طقم الشروق ان شاء الله يا رب نهاركم ان شاء الله مبروك ان شاء الله نبداو نهارنا يوم مليح ان شاء الله مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا يوم مشرق شكرا لك شكرا لك يعطيكم الصحة احنا بدنا مكملين معكم مشاهدينا في بداية برنامجنا الصباحي صباح الشروق نستهل الأولى خدمتنا باستضافة الكوتش منير بوشاوي لاستعراض محطتنا الرياضية اليوم راح يعطيكم بعض التوصيات ونصائح خاصة بالتعامل مع الطفل ونوع الرياضات التي يتم اختيارها للطفل وكيف يمكن للطفل أن يمارس الهواية اللي يحبها ورياضته اللي يحبها بكل أريحية ويستفاد من خلالها تفضلوا ابقوا معنا مشاهدينا يلا تفضلوا كثيرة في نوع الرياضات التي يمكن أنكم تمارسوها في يومياتكم خصوصا للأطفال هو موضوعنا لنهار اليوم اللي اخترنا الحديث من خلاله بتواجد الكوتش منير بوشاوي نعطيكم بعض التوصيات التي يمكن من خلالها مرافقة أبنائكم في اختيار الهواية والرياضة التي تناسبهم صح مليح لطفي أن تصبح الرياضة كثقافة للأسر الجزائرية والحمد لله في السنوات الأخيرة ولينا نشوفوها ماشي الحكر فقط على الرجل وإنما صحيح. للمرأة والأسرة ككل مش الأجمل لما تصيب أسرة الوالدين مع الأطفال يمارسوا الرياضة وكثرة الأندية الرياضية كثرة الأندية المفتوحة وأيضا الفضاءات التي تمارس فيها الرياضة ما هو نوع الرياضة الذي يناسب الطفل وفي أي عمر مليح الطفل أن يبدأ الرياضة وأسئلة كثيرة كذا حيجاوبنا عليها منير بوشاوي صباح الخير منير صباح الخير منير صباح الخير لطفي صباح الخير مشاهدينا الكرام شكرا على الاستضافة نبدأ سؤالي معك السن اللي بديت فيها الرياضة شحال كان أنا خمس سنين خمس سنين الله يبارك فيك ونوع الرياضة اللي بديتها مارس رياضة واحدة مع انه ما انا باش نمدوا نصيحة للناس ما نخليهم يقولوا ما يبدا الدراري ما لازمش يمارسوا يعني يبداوا برياضة واحدة لكن انا بديت برياضة واحدة اللي هي رياضة الكاراتيه من لاج 5 حتى الليسي ومن بعد تخصصنا في الرياضة انت اللي اخترتها ولا الاولياء؟ اخترتها باك الكل يقول لك اخترتها اخترتها بالضحكة ولعبة باك كنا صغار كان شوية في الفيلم تاع بكري تاع بريسلي وتاع بوندا كنت عبد بزاف وكومسي كنت صغير ولا كي كنا كاع صغار كنا نحبوا هاد الافلام تاع الاكشن سقسيت الوالد سقسيت الوالد ولا يما قلت لها هذا السبور كيفاش ولا كيفاش تضاربوا هكذا قال لك يدي كاين هذه بالفنون القتاليه ولا الرياضات القتاليه اللي هي لي زار مارسيو كيقولوا كاراتيه جيدو وحنا كومسي كان عندنا في الحومه كان عندنا كاراتيه تما كانت يعني الانطلاقه تاعي الانطلاقه تاعي كيف تحدث قلت انه ماشي مليح الطفل نحدوه في رياضه واحده علاش في نظرك؟ باسكو كيكون صغير الحاجه الاولى اللي يميل حنا كنقولوا حنا نقسموا للفئات العمريه تاع الطفل الصغير يبدا خلينا نقولوا من 3 سنين حتى ل 6 سنين وبعد 6 سنين حتى ل 9 ومن بعد من 9 ل 12 ولا في السن هذاك اللي يكون فيه صغير سورتو البدايه تاعو من 3 سنين و 3 سنين حتى ل 6 سنين هذيك راح تكون لاعب بالنسبه للطفل يسي يخرج فيه الطاقه الزائده تاعو هذيك ويكون يعني بالك منير يكون بالك ضايع في الافكار ما يعرفش نوع الرياضه اللي تليق به كيكون صغير وما نقدروش نقيدوه يعني نقيدوه قوانين ولا قال لازم تمارس هذه الرياضه هو راه مازال ممكن مازال ما عرفش الرياضه اللي راح تناسبه ولا حتى الوالدين اللي كانوا ما كانت ما عندهمش يعني ثقافه رياضيه مليح ما يقدروش راح يوجهوه الرياضه اللي لازم يديها في السن هذاك سي بور سا نقولوا خليه يبدا بحركات ولا اللعب هذاك اللي راه يكون في الدار ولا سواء يديه لبرا ولا حتى اللي كان في نادي جينيرالمون الدراري صغار كيبداو شي حاجه اللي ولا يحبوا يلعبوها بزاف هي الجري ولا التسلق يحب يطلع يشوف في الطابله تلقى صغير في الطابله يحب كيقولوا يطلع في الطابله ولا يتسلق ولا دي فوا تلقاه بالبالون هما الالعاب الجماعيه جينيرالمون هادو هما الحاجات اللي يبدا بهم الطفل الصغير ومن بعد خلينا نقولوا كي ديباسي لاج هذاك اللي تما نقدروا بالك ممكن نشوفوا كاش نادي ولا حاجه اللي راح توالمو اللي هي الرياضه اللي ممكن يكمل فيها مع الوقت هذه هي كيفاش تكون البدايه تاعو مع الرياضه شحال العمر اللي يقدر يبدا من خلاله الانسان او الشخص او الطفل الرياضه
رياضة الاحترافية بانضمامه إلى نادي. الرياضة الاحترافية شوف تبدأ خلينا كي قلت لك يعني من 6 سنوات الدوزياماج هذاك من 6 سنوات الفترة العمرية الثانية يبدأ من 6 سنوات يعني كي نقولوا 6 سنوات راح يبدأ تما راح يبدأ الدراسة وراح يبدأ الاختلاط تاعو مع الزملاء تاعو راح يعني فيه يكون ممكن ألعاب جماعية لأنه فرض في هذه الفترة نورمالمون كيما نقولوا 6 سنوات يعني راهو دخل ليكول يعني دخل بريمار ونورمالمون تما يكون كاين أستاذ متخصص يعني من تما اللي ممكن هذاك الأستاذ المتخصص في الرياضة اللي راح يوجهوا للرياضه اللي تناسبه باسكو كي نقولوا في السن هذاك راح يبدا الدراسه يكون استاذ متخصص اللي هو استاذ تربيه بدنيه ورياضيه وجينيرالمون كاساتذه التربيه البدنيه والرياضيه واش يديروا راح يكونوا ملمين بجميع الرياضات يعني بجميع التخصصات نقولوا سواء الالعاب الجماعيه ولا الالعاب الفرديه يعني كي راح يبدا البدايه تاعو تما مع الاستاذ تاع الرياضه واش راح يدير الاستاذ راح يجينيرالهم كاع الرياضات يدينهم كاع الرياضات سواء الالعاب الجماعيه كيقولوا باسكت ولا نقولوا الهوند ولا الفوت وفي الرياضه الفرديه راح تقولوا جينيرالمون العاب القوى يعني الاتليتيزم اون جينيرال تما ممكن تما الاستاذ راح يكون بال يعني خلينا نقولوا بالتخصص تاعو ولا بالاكسبيريونس تاعو اللي ممكن تما راح يوجه التلميذ ولا يوجه الطفل في التخصص ولا نوع الرياضه اللي راح يكمل فيها يعني المشوار تاعو الرياضي راح يشوف عنده دي كاليتي فيزيك ميولاته وين ميولاته قدراته ومهاراته ممكن هذا التلميذ ولا هذا الطفل كي راح يدير لهم مسابقات يسيبوا يجري اكثر من صحابه ممكن يسيبوا يقفز اكثر من صحابه يكتشف فيه تما ممكن يسيبوا في اللعبات الجماعيه ممكن هو عنده مهارات اكثر من صحابه يعني تما اللي يقدر يوجهه للاستاذ على كاين اللي يجري ويقفز اثناء اللعب. احنا كنا درنا موضوع اخترنا موضوع تحدثنا من خلال الاسبوع اللي فات بتواجدك حول الاشغال اليوميه البيتيه اذا كانت تعتبر رياضه تقدر تمارسها السيده داخل البيت ولا لا تعتبر رياضه. نفس السؤال ربما حول الطفل اذا كان اللعب اليومي والجري والقفز اللي يقوم به في يومياته بحكم سنه يعتبر كرياضه. هو نشاط لطفي نحن نعتبروه ثاني هو نشاط يومي تاع الطفل باسكو بما انه ما كانش فيه قواعد ما كانش فيه قوانين ما كانش فيه برنامج راح يتبعه هي حركات راهو يمارس فيها وراهو يخرج نشاط اكيد هو نشاط بدني لكن ماشي مقيد وماشي محدد ما فيش برنامج هذا ما كان. سي بور سا علاش نقول لك توجور كاين الاختلاف ما بين النشاطات اليوميه والرياضه هو اختلاف تاع البرنامج اختلاف تاع الاهداف هذه هي سي بور سا مي لكن يبقى توجور نشاط بدني تاع الطفل اللي يخليه يكتسب تركيز يكتسب قدرات بدنيه عاليه مرونه اكثر سورتو في لاج يكون فيه صغير يكتسب بزاف مرونه كي نشوفوا ثاني التصويره هذه تاع الجمباز هي احسن خلينا نقولوا رياضه اللي ممكن يبداو فيها الاطفال في السن هذاك سواء رياضه الجمباز او رياضه السباحه لانه ما فيهاش سورتو السباحه ما فيهاش بزاف اصابات ما فيهاش اصابات وهذه هي اللي حتخليه ينمي القدرات البدنيه تاعو في هذاك السن. منير في السنوات الاخيره للاسف مع التغير النمط المعيشي مع الاكل السريع اللي ولينا نشوفوه يعني والريتم اللي انا نعيشوه كاين بزاف اطفال اكتسبوا السمنه زائده ومفرطه اكيد السمنه زائده مفرطه بحاجه لممارسه الرياضه. شنو هو نوع الرياضات اللي يقدر يمارسها الطفل الصغير يعاني من السمنه؟ هذا راجع لايمان كي قلت لي مؤخرا يعني هذه النقطه تاع نمط الحياه يتبدل خاصه الاطفال الصغار يعني نحكيو دوكا احنا كي كنا صغار بلا كان عندنا كل سيزون فيها لعبه صح ولا لا؟ صح كل سيزون كنا نديروا فيها نشاط كاين راح نلعبوا في هذيك السيزون هذيك دوكا ولاو في التكنولوجيا هذه ولاو الدراري بزاف اكثروا التليفونات يعني كل ما هو انترنت يعني اغلب الاوقات تاعهم واغلب الوقت تاعهم مخصصين للانترنت. هذا الشيء اللي راح يخليهم كما قلت لي يكتسبوا السمنه نعاودوا نوليو للنقطه هذه يكتسبوا السمنه سيبوا ياكل برك ويلعب خمول ما كاش حركه ما كاش نشاط. سي بور صح احنا من هذا المنبر ونوصيو الاولياء انهم صح يا سيدي معليش نقولوا رانا في عصر التكنولوجيا وكذا لكن يخصوا له وقت التليفون هذاك والوقت الكبير ماذا بينا يكون في الرياضه باش ما يكتسبش حاجه الاولى السمنه المفرطه بارسكو علاش راهو قاعد وراهو ياكل ما كاش نشاط اوتوماتيكمون راح يسمن. الحركه ولا النشاط ما لازمش نقيدوه معليش قلنا في هذاك السن هذاك ما لازمش نقيدوه نخلوه يشوف الرياضه اللي يحبها ليسونسيال في هذيك الفتره لازم يمارس رياضه سواء اي رياضه تعجبه يعني اي رياضه تعجبه في اللاج هذاك خليه يمارسها ليسونسيال نولفوه نمط الحياه اللي لازم يكون فيه رياضه باسكو هذيك الفتره هي اللي راح يكتسب فيها
مهارات، المهارات، ولازم من ثم اللي راح يدير النمط تاعو، نمط الحياه لازم يدخل فيها الرياضه. وقتاش يقدر يغير في نوع الرياضه ولا المزاج نتاعو ربما يتغير وميوله لنوع من الرياضه يتغير ايضا، لانه صار فيه بزاف اطفال يتاثروا بنجوم كره القدم، كره السله، كما قلت بعض الافلام الاكشن وغيره. لطفي هذا شوف هي ماشي قانون، يعني ماشي قاعده اللي لازم نتبعوها ولازم قاعده زعما في السن هذاك سي بون لازم يعني لازم في هذيك الرياضه ولا ما كاش، مي لكن جينيرالمون في لاج تاع 12 سنه 13 سنه تما الطفل راح يميل اكثر رياضه وحده واللي سي يتبعها، سورتو اذا كان فيه يدير فيها نتائج بزاف، سورتو اذا كان عنده المدرب تاعو يعني سي يطور القدرات تاعو والمهارات تاعو، جينيرالمون هذاك هو لاج اللي راح يعني يتخصص في رياضه معينه اللي راح يكمل فيها ممكن المشوار تاعو الرياضي. الامكانيات تلعب دور كبيره، كاين بعض التلاميذ اللي كانوا ينسحبوا من حصه الرياضه ببعض المدارس او المؤسسه التربويه بسبب الامكانيات. وش هي الرياضه اللي ما تكلفش منير؟ قبل ما نروح لك الرياضه اللي ما تكلفش، كي جبت لي على الاولياء انا بحكم يعني استاذ تربيه بدنيه ورياضيه يعني في التربيه لطفي، هذه نقطة الأولياء. أنا توجور يعني نقول الأولياء دي فوا تلاميذ ولا الطفل إلا ما كانش عنده مرض، يعني ما كانش عنده مرض اللي يخليه ولا عائق تاعو يعني باش ما يمارسش رياضة. أنا جو فوا با علاش الأولياء يديروا ديسبونس يعني يديروا شهادة طبية تاع إعفاء الطفل باش ما يديرش رياضة، مع أنه حصة هذيك تاع زوج سوايع خاصكو جينيرالمون عندنا دوزور بكتر بار سومان، حصة تاع الرياضة تاع زوج سوايع في السمانة ما يأثروش. هذا راح يولي خاطر علاش التلميذ ولا الطفل يأثر على الأولياء يقولوا أنا ما نحبش حصة تاع التربية البدنية والرياضية تعييني، وجينيرالمون اللي ما يديروش شكون؟ اللي يكونوا أوباز. يعني بحكم الخبره تاعي ايمان هاد الاطفال اللي يديروا لا ديسبونس اللي هما اللي يكونوا شويه ثمان يكونوا يعني وهو اللي كما قلت هما اللي بحاجه اللي في الحصه هذيك، كان ما دير والو مره في الاسبوع مي نورمالمون هذيك هي الحصه اللي لازم يديروها. حنا نسيو نقولوا لهم ولا بعض بعض البلدان يعني عندهم لباس موحد في المدارس، صح، لباس رياضي خاص بالمدرسة، أيضا لباس اليومي خاص بالمدرسة. هذا الشيء اللي ما يكون ما يسببش عائق لدى الأطفال اللي ما يكونوش ميسوري الحال ماديا. يعني يا ريت لو كان تكون هذه التجربة بالجزائر، لأنه الهيئة الوصية تنادي دائما بخلق محيط مريح للطفل والتلميذ الجزائري. احنا 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 كبداية يعني كبداية أطفال يعني في السن المبكر للرياضات ما كانش يعني تكلفة كبيرة لباس يعني ولا حاجه ولا يعني، لكن كان يعيق خصوصا الثانويه، لكن حاليا خاصه في كره القدم نطلبوها بزاف في الاحذيه الرياضيه، واحد اللي يكون مقتدر يشري حذاء رياضي غالي بزاف، واحد اللي ما يخدمش هنا اللي نحسوا فيه. نو انا واش قلت لك برك ايمان ولا لطفي مانيش ضد الفكره تاعكم، لكن قلت لك كبدايه يعني تفكر كبدايه شو ما يسحقش يعني ما يسحقش زعما حذاء غالي كما قلتي لي ولا لباس يعني سن صغير. شو احنا هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا ولا السوجي تاعنا، يعني بدايه الاطفال يعني في يعني في سن مبكر الرياضه ما يحتاجش يعني امكانيات كبيره كما نشوفوا مثلا كيمونو هذا تاع كاراتي ولا كبدايه كي بديت انايا يعني شحال الثمن تاع الكيمونو شحال يستقام؟ حاليا والله ما باليش شحال يدير، مي نقول لك حوالي 3000 دينار حتى 4000 دينار ممكن. دوكا يعني ممكن يكون هذاك هو الثمن تاعو. رياضه الجومباز هذه صح فيهم عندهم لباس يعني مخصص لكن ما يسحقش يعني موش ثمن غالي يعني كي تلبس هذاك اللباس يعني ماشي غالي بزاف. هذا ما كان شيء جميل اسمح لي مؤخرا ملينا نشوفوا بزاف ما كانش رياضه نسويه ورياضه رجاليه عائلة ولو حتى أسرة البنات صح يديروا بعض الرياضات اللي كانت حكر ربما غير على يعني من حيث نوع الرياضه من حيث نوع الرياضه الرياضات القتاليه شفتها فيها الملاكمه الان فيها ابطال دوكا ولاو كيف دوكا يعني الرياضه ما ولاتش حكر بك يعني الرياضه هذيك مخصصه قال للنساء ولا الرجال ولا الاطفال ولا البنات، ولات الرياضه يعني كيما طفله تقدر الرياضه دير الرياضه القتاليه وتنجح فيها ورانا شفنا يعني في الاسر ولاو يشجعوا في الالعاب الضحايا المتوسط صح. كاين عندنا بنات ما شاء الله داروا نتائج رهيبه سواء في البوكس سواء في الجيدو ولا سواء حتى في الرياضة رفع الاثقال داروا نتائج يعني رهيبه. هذه هي الجواب تاعك ايمان يعني ما ولاتش حكر يعني هذه الرياضه مخصصه قال رياضه تقويه العضلات ولا مشكلاسيون انكمول لي فا انكمول لي زوم ولا وكاع الناس يقدروا يمارسوها سواء رجال ولا نساء. هل يمكن الرياضه ان تحدد شخصية الشخص لما يمارسها في سن مبكرة؟ لأنه
في بزاف عندهم معتقدات انه الطفل لازم يكون باش ذكر باش يكون ذكوري باش يكون شديد البنيه وغيره ويعطيو له يمارس الرياضه القتاليه. بالنسبه للمراه ايضا يخافوا انها تفقد انوثتها تلتحق بالبالي بنوع الرياضات التي تحافظ على الانوثه نتاعها. هل نوع الرياضه حتما يؤثر في مسار شخصيه الانسان؟ بالعكس يأثر لكن في الجانب الايجابي، لانه الطفل هذاك ولا كيبدا هذيك الرياضه اي نوع من الرياضه راح ياثر عليه ايجابيا، انه يخلي الطفل هذا راح يكتسب قوه ولا يكتسب يعني خلينا نقولوا راح يكون عنده قوه شخصيه قوه شخصيه كبيره. هذا هو الجانب اللي تاثر عليه الرياضه على الطفل ولا الطفله، راح يكون عنده قوه شخصيه، الحاجه اللي تخليه انه يكون عنده راحه نفسيه يعني حتى في الدراسه تاعو اللي راح تخليه يكتسب تركيز كبير وممكن نجاحات، لانه خاطر علاش راح في قواعد تاع الرياضه اللي راح تخليه كي نقول قواعد تاع الرياضه تخليه في الحياه راح يسي هذه القواعد تاع الرياضه يسي يطبقهم في الحياه سواء مع والديه سواء في المجتمع تاعو في التواصل تاعو مع الزملاء تاعو. يعني كما قلنا التاثير هذا لطفي التاثير راح يكون في الجانب الايجابي تاع الطفل اللي يخليه يكون الشخصيه تاعو مستقبلا. الاطفال كثير الحركه مليحه مفيده انها تضبط الحركه تحت راح تمتص هذيك الطاقه ايجابيه شفتوا الدراري الصغار، يعني هذه الحاجه اللي راح تخليهم تمتص لهم الطاقه الايجابيه ولا الشحنه الايجابيه تاع. شكرا لك على النصح والنصيحه، اثرت علينا ايجابيا اكيد على المشاهدين. شكرا. النصح والنصيحه الرياضيه كانت بحضور الكوتش من البوشاوي، والنصح والنصيحه الدينيه راح تكون موضوع من المواضيع التي اختارها الاستاذ عبد القادر الحموية كموضوع راح نعالجوه مع بعض ونعمل له اضاءه في فقره الدين معامله. في خصوصيات حياة كل إنسان صح. في يومياته في محطات حياته طريقة التعامل مع الذات مع الآخر مع الله عز وجل، لكن كلها مقيدة بأحكام وضوابط بما فيها النصح والنصيحة. أولاً خلينا نتكلم شوية عن النصيحة كحق من الحقوق التي ينبغي أن نؤديها إلى بعضنا البعض. يعني ففي الإسلام ما كانش حاجة ما دخلنيش وما على بالي بحتى واحد ولا ونهتم غير بنفسي وما نهتمش بالاخرين، فهذا ليس من الدين بل من الحقوق الواجبه من المسلم الى اخيه المسلم ان ينصح له، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقول الصحابي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم، يعني اني ننصح للمسلمين. والنصيحه لا تعني فقط تقديم التوجيه او الارشاد، وإنما تعني بشكل عام هي الوقوف إلى جانب أخيك المسلم، الوقوف إلى جانب أخيك المسلم إما بالكلمة أو التوجيه أو حتى بالدعم المادي المعنوي، يعني كل هذا يدخل في باب النصيحة. ولا شك أن للنصيحة الأحكام تاعها، يعني فلا بد من مراعاة بعض الآداب التي ينبغي. انت ذكرت الى حد ما في البدايه ذكرت انها ما تكونش انها تكون سرا، يعني هذا واحد من الاحكام التي ينبغي مراعاتها. فالانسان اذا كان ارتكب خطا مثلا لا ينبغي ان تنصحه او ان تقدم له الملاحظه وتنبهه لهذا الخطا بطريقه كما نقولوا جارحه او تزيد في السوء تاع وربما تدفعه الى رد فعل غير 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 سليم. وبالتالي ينبغي انك انت تنصحه سرا بينك وبينه وتقدم له النصيحه باسلوب لين باسلوب طيب باسلوب كريم، بهذه الطريقه هو يتقبل النصيحه ويستجيب لها باذن الله تعالى. طيب ما الاحكام التي تحكم او تضبط النصح والنصيحه وما الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص الذي يقدم النصيحه والنصح؟ بالنسبة للآداب أو الأحكام بشكل عام، أن الإنسان يكون مخلص في النصيحة تاعه، يعني لا يريد سمعة ولا رياء من خلال هذا السلوك وهذا النصيحة التي يقدمها الآخرين. أن يراعي الزمان والمكان، الآن ساعات الإنسان مثلا يكون في حالة انفعال في حالة غضب وأنت تنصحه في هذيك اللحظة، لا شك أنه رد الفعل تاعه ابتداء راح يكون رافض، راح يكون غير متجاوب مع هذه النصيحه. لماذا؟ لانه راه في حاله انفعال، فتختار الوقت المناسب وتختار الطريقه المناسبه والاسلوب المناسب. ولعل يعني من بين القصص التي تروى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما
انه في يوم من الايام كانوا صغار يعني، فشافوا واحد الشخص يتوضا لكنه لا يحسن الوضوء، شافوا يتوضا مع فهما صغار وهذا انسان كبير، فكيفاش يصحوا له هذا الوضوء تاعو، هذا الخطا الذي ارتكبه، كيفاش يجعلوه يتقبل النصح من عند اقل منه سنا؟ فعملوا شبه تمثيليه بيناتهم على اساس انه واحد يغلط والاخر يصح له، ويذكر له بلي سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا على النحو التالي. فهذاك الرجل لما سمع هذا الحوار اللي دار بين الحسن والحسين خذ الفائده وقال لهم بارك الله لكم احسنتما وكذا وكذا. فحتى يعني ساعات انت واحد صغير يروح ينصح واحد كبير ممكن ما يتقبلش منه وهكذا، فيحتاج الى بعض هذا الاداب هذه حتى تكون الاستجابه فتكون خالصه، يكون فيها ادب، يكون فيها احسان، يكون فيها اسلوب طيب. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فما بالك انسان تتحب له الخير، فينبغي ان تستجمع كل المعاني تاع الاحسان في هذيك النصيحه التي تقدمها. ثم ما الذي تريده من هذه النصيحه؟ هل تريد فقط ان تقيم عليه الحجه، ام انك تريد ان تاخذ بيده الى طريق الصواب؟ اذا كان الهدف انك تقيم عليه الحجه، هنا غششت في هذه النصيحه، غشيته يعني وما نصحتوش النصيحه الحقه، وانما انت حبيت كما نقولوا تدي عليه مزيه ولا تدير عليه كما نقولوا تاخذ عليه فضل فقط، لكن الاصل انك انت تريد له ان يستجيب وان يستقيم وان يكون على الطريقه السليمه. ثم بالنسبه للشروط تاع الناصح كما ذكرت انت، بالنسبه للناصح انه يكون عالم، يعني مشي تنصح هكذاك ولا تجي غير تخلط يعني، هذا يقودنا الحديث الى نقطه مهمه، ضروره التاكد من وقوع الشخص في الخطا حقا. يعطيك صح، لانه كاين الناس اللي يقدموا نصح يتسبقوا الاحداث ويعطي نصح لشخص ما يكونش خاطئ. صحيح، هذا من بين فيكون على عين يعني يكون عالم يعني. وكاين بعض الناس يسمع كلام او يتوهم شيء. نعطوا مثال، مثلا قال انا شفت مثلا سمعت كلمه لهنايا مثلا، وانا داير في بالي بلي كاين غير الاخ لطفي اللي راه موجود في المكان، فما شفتوش قالها لكن سمعت، فواش ندير انايا؟ ابتداء الحكم ديالي انه لطفي هو اللي قال هذه الكلمه، في حين انا لم ارى داخلا اخر في المكان ما شفتوش، فنروح للجنسي ندير لطفي نقول له يا لطفي ماشي حق عليك وكذا منا قلت كلام، يقول لي لطفي انا ما قلتش كلام، هذا انا لم يصدر مني هذا الكلام. فاذا تحتاج الى العلم، العلم والتبين بانه هذا الحجه والبينه يعني هذا خطا صحيح ولا. احنا قلنا باللي النصيحه تتجاوز، لانه احنا دوكا اختصرنا النصيحه في حدود تصويب الخطا، وقلنا انه النصيحه لا هي الوقوف مع اخيك، يعني راك يكون تعبان، يكون عيان، يكون محتاج الى دعم، محتاج الى ان تقف الى هذا كاع يدخل في باب النصيحه. حتى يشوف سبحان الله العظيم واحد من السلف راح يبيع اكرمك الله الحصان تاعو او الدبه تاعو الحمار تاعو دخل السوق، فالصحابي الاخر يعني تاجر جاء ليه قال له ما سعره؟ قال له كذا كذا، قال له اترضاه لي؟ اترضاه لنفسك؟ يعني بهذا السعر اترضاه لنفسك؟ قال له لو رضيته لنفسي ما بعته. يعني هو يبيع في هذاك الدبه هذيك ومع ذلك واش قال له؟ قال له كان حبيته ما نبيعوش، يعني كان حبيته، فكان صادقا معه حتى وهو متضرر. فالنصيحه انك انت يا تراعي المصلحه تاع الاخر، انك انت تحب له الخير، انك انت تكون عندك هذه المعاني تاع الصدق في النصيحه، وتكون انت مؤهل لهذا. هذه هي النقطه المهمه ايضا، انه يكون مؤهل، لانه باش نتقبل نصيحه من عند شخص عامل الثقة ضروري اكيد كي اثق فيما يقدم لي من نصح. احنا اعطينا المثال تاع الحسن والحسين على هما واش بناو اللي ممكن ما يقبلش منهم. اذا كان الهم تاعك في النصيحة انك هذا الانسان يستقيم، فتبحث على الطريقة الامثل والقناة الانسب وربما الشخص المناسب لتقديم هذه النصيحة، لانه انت حابه يولي مليح. فاذا كان انت على بالك باللي ما يقبلش منك، إذا كانت على بالك باللي ممكن عنده شيء من الإيغو ولا شيء من الكبر يعني يمنعه من أنه يسمع لك ليك أنت ولا يشوفك أقل من أن تنصحه،
ولا يحس بنوع من انه جرحت له كبرياء تاعو لما فتختار الشخص الذي ممكن ان يقدم له هذه النصيحه، يعني تختار الاسلوب. ضروره العلم والدرايه بالشخص الذي يقدم النصحه، لانه فيه بزاف ناس يتخباوا وراء شخصيات مجهوله، يقوموا بنشر مناشير، يقدموا بعض النصائح لاشخاص اخرون، ونحن نجهل حتى شخصيه من يقدم لنا النصحه. هو في الحقيقه انا اشوف هذا من بين كيفاش يقول لها من بين يا الله الوسائل، من بين المظاهر او الظواهر تاع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني ممكن انسان يدير منشور ولا ما ادري قال اني ننصح، انت عندك شخص معين علاش تنزل في المنشور؟ روح للشخص هذا ولا ابعث له في الخاص يعني نصيحه، قال لي لها في يعني كذا 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 وانا ناصح كما اقول لكم ولا ما كان. لكن انك انت تشهر به ولا دير منشور وين الناس كلها تفهم باللي راه شخصيته تبقى مجهوله، ايه هو تبقى مجهوله هذا ماهوش ينصح، هذا راه يفضح، هذا كانه يمشي في الشارع ويقول للناس والله غير فلان انسان مليح وكذا منا، لو كان بصح وغار في هذيك الحاجه اللي كان غير يسقمها. ياك انت فضحته، الاصل انك تروح ليه مباشره اذا كنت تعرفه ولا تبعث له مع الشخص المناسب ليه. يعني قال ما ادري قال والله يعني كاين هذاك صديقك ممكن شفته في مكان الفلاني مثلا كان بدر منه تصرف مثلا خطا ولا كذا، هاو يعني. لكن انك انت تعطي لنفسك حق الحكم على الاخرين وتصويبهم باسم مستعار، باسم مستعار ابو فلان ام فلان، يعني تعطي نفسك هذا الحق في الحكم على الاخرين وتوجيههم وكذا منه، من انت يعني شكون عطاك هذا الحق هذا يا يعني. اروح اتكلم مباشره قال انا فلان وانت انسان محترم وانت انسان يعني ما شاء الله عليك، وانت وقعت في خطا الفلاني ماذا بنا لو كان تسقم هذاك الخطا وكذا وكذا. اما انه فالانسان ماذا به يعني ما تحبه لنفسه يحبه الاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كما تحب الناس يعاملوك طريقه حسنه، طريقه فيها ادب، طريقه فيها احترام، طريقه فيها تقدير، نفس الشيء اتعامل الاخرين بنفس المبدا وبنفس الطريقه. هل يجوز للمراه ان تقدم النص لرجل والعكس ايضا في 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 ظل ربما المجتمعات التي ربما تحترم خصوصية كل من المرأة وخصوصية كل من الرجل؟ وكل حاجة شوف العلاقة بين الرجل والمرأة كاين حدود وكاين ضوابط. الآن ما أدري مثلا ميدان عمل مثلا فضاء عمل كما اللي رانا فيه هنا ممكن كاين بعض يعني مختلط فيه الرجال وفيه النساء وكان كما نقولوا علاقة عمل وعلاقة كذا، فممكن الإنسان بحكم أنه هذه العلاقة موجودة علاقة عمل زمالة عمل فممكن يقدم نصيحة لزميلته في أمر معين ولا في ملاحظة معينة عامة. لكن الأمور اللي تتعلق بالخصوصية تاع الأشخاص الإنسان ما عندوش الحق يتعدى هذه الحدود الخصوصيات. نعم حتى مع الرجل يعني حتى لو يكون رجل ما عندوش حق يتعدى هذه الخصوصيات لانه ماهوش من حقه، اللهم الا اذا كانت العلاقه اللي بينك وبين الشخص هذا تتجاوز مستوى الزماله او وانما صداقه يعني كما نقولوا من الدرجه الاولى، صداقه حميميه يعني صديق حميم، واحد انسان اللي يعني ممكن يلومك لو كان انت ما نصحتوش. والعكس الشخص الذي لا يبالي بالنصحه وفي كل مره يعاود يقع في الخطا في كل مره نصحوه، هل نستمر في تقديم النصحه ام نكتفي؟ هذا 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 احنا كما نقولوا هذا واجبك انت، يعني واجب الانسان انه دائما ينصح يدير ما عليه، ان عليك الا البلاغ انك انت تنبه انك انت تذكر انك انت. لكن الاخر اذا استجاب الله يبارك، اذا لم يستجب ربي يهديه ان شاء الله راح تجي ساعه الاجابه وين يعاود. لكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على اخيكم. كيف لا تعين الشيطان على اخيكم؟ لما تخليوه وما تنصحوش وما تذكروش وما تنبهوش وما ما تقفوش معاه، اذا كان هو راهو غلط احنا نزيدو نخلوه غلط يعني قال خلاص نصحناه شحال من مره وما خداناش الراي. زيد عاود ذكر ما تعياش ما تتعبش، هذا واجبك تقوم به. لو انك كنت صادقا وتحب هذا الانسان حقا يعني لا تتوقف عن نصحه وتذكيره وتنبيهه. والمقصود هذا هو هذا جزء من كيفاش يقولوا جزء من العبادات اللي نتقربوا بها الى الله سبحانه وتعالى، وهي النصيحه للمسلمين، انك انت تنصح للمسلمين كما ذكرنا بالمفهوم العام لكلمه النصيحه، ليس فقط دوك بلاد مانيش عارف. اعطي مثال، انسان مثلا وقع في جريمه سرقه.
فانا نقول له روح ليه ودير اتقي الله وما تسرقش وكذا ومنا. بصح هو علاش سرق لما نسال انا؟ سرق لانه مثلا ما عندوش خدمه، سرق لانه كان محتاج، سرق لانه مثلا. فانا الاصل اني يعني من كمال النصيحه اني نروح نسبق اولا، ابحث في الاسباب، مش نبحث في الاسباب لا، وانما انتبه لحاجته والظروف الصعبه التي يمر بها. شايف؟ نحاول نعاونه ونحاول نعاونه حتى لا يقع في خطا مره اخرى. وهكذا لما يقع زيد نذكره، وهكذا يعني هذا ال وذكر ان نفعت الذكرى. شكرا لك استاذ، الله يحفظك، نورتنا بحضورك اطلالتك، واستفدنا كثيرا من خلال هذه النصائح التي نتمنى ان يتقيد بها كل شخص يتابع برنامجنا الصباحي في هذا اليوم وهذا الصباح الذي نتمناه مشرقا سعيدا لكل من ينضم والتحق بنا واختار قناتنا الشروق العامه وبرنامجنا الصباحي صباح شروق، بدايه يوم موفقه تكون على قلوبنا سمن على عسل. اليوم حنتعرفوا على كيفيه صنع السمن والعسل لكن في المنزل على طريقة جدتنا، وهذا الشيء اللي حتعرفنا به السيدة فاتحة كانون. صباح الخير الحجة، أهلا وسهلا. بخير لاباس الحمد لله. لاباس والله الحمد لله. خليك تصبحي بالخير على المشاهدين على متابعينك. عليكم مشاهدينا الأعزاء الأعزاء، ان شاء الله نكونوا في خدمتكم ان شاء الله. اكيد الحاجه دائما في القمه بكل افكارك والتدابير اللي تجيبيها لنا. امهاتنا وجدتنا زمان كان كل حاجه يصنعوها في البيت، كل شيء يديروه في البيت، حتى العسل والسمن والصابون وكل حاجه، كلش ما شاء الله عليهم. وسهلا يديروها باليد، ما كانش كامل لهذا كانت الحياه صحيه حيه ومليحه للصحه. تاكليها وقلبك مرتاح، يعني ما تخافيش منها، تقولي بالك قديمه ولا هذه ولا هذه، تكوني مهنيه، تكوني مهنيه مرتاحه. حنعرفوا اليوم كيفاش نديروا السمن وكيفاش نديروا العسل، باش راح نبداو الحاجه. نبداو نقولوا السمن هذه زبده، هذه زبده نملحوها. درتي زبده ولا مارغرين؟ يقدروا يديروا مارغرين. لا لا زبده. زبده حقانيه. زبده اللي تتبع بالميزان. ديري لها الملح هكذا، نديروا الملح او الملح. تملحيها وتخليها تملحيها مليح، ديريها مغرفه كبيره تاع ماكله ولا زوج، سا ديبون لا كونتيتي اللي عنده بنادم واش عنده. كيلو زوج كيلو واش حب يدير السمن. يدير الملح ويخليها 15 يوم 20 يوم. قد ما تقعد قد ما يجي السمن فيه ديك الريحه تاع السمن. اوكي. ومن بعد ديرها تغليها في فوق نار، ديرها في كاسرونه وديرها في فوق النار، نار قليله. نار قليله ومن بعد كي تكون تغلي نحي لها ديك ديال الرغوه. ديك الرغوه ينحوها لها بالمغرفه بالمغرفه، وكي تملحها ثاني دي فوا كاين زبده اللي تطلق الماء. كي تشوف فيها الماء هذاك الملح يخرج لها الماء هذاك، ينحيوها الماء هذاك باش هذاك الملح يزيد يطيب ياسيها مليح، يوجدها مليح. قلت لك كي ديريها فوق النار بدا تنحي لها ديك الرغوه هكذا، هذيك الرغوه كيما نديروا المعجون، نحي له ديك الرغوه حتى يصفى. ومن بعد كي تنحيها هذاك الملح يحبط للقاع تاع الكاسرونه، يلصق في القاع تاع الكاسرونه. ولا كان عندها شويه دقيق حرش قيس مغرفه تاع ماكله، ديرها مع داك في هذيك الزبده اللي راه يدو. واش يدير دقيق الحرش؟ واش يدير باش يشد، باش يشد هذاك الملح ما يخليش تسمى يواسي ياكل شويه هذاك الملح، يا ما تجيش ملحه تذوقيها ماشي ملحه، خاطش السمن ما يذوبش فيه ولا زبده ما يذوبش فيه الملح. ديري له هكذا كل ما عندوش ما عندهاش ما ديرش. دابا كي تطيب هذاك كي يوجد هذاك السمن نحي كامل ديك الرغوه، تشوفها غلات وصفات تخليها تبرد وديرها في بلارة ولا في حاجه ولا في الاخر. هكذا هذا هو السمن. هذا بالنسبه للسمن. وبعد وين وين تخليه الحاجه في الفريجيدار ولا؟ لا لا تخليه برا. برا. تخليه برا، تخليه برا باش الملح هذاك يعطي له ذاك الطعم تاعو اللي. شحال نخليوها؟ قلت لك 15 يوم حتى 20 يوم. كيفاش تعرفي بلي خلاص؟ خلاص يبدا كي تشمي هكذا ديك الزبده تبدا تشم. ولا يروح للسمن. يروح للسمن، شغل شغل يغمل، شغل يروح ذاك الاخر تاع الريحه تاع السمن. نيدان. لطفي؟ تعطين. تاع الفخار. لا لا في الجره هذيك تاع الطين. ديرها في البلاره تاع الطين ولا تاع الزجاج ولا ولا في طنجره هكذا فخار ولا انت واش حبيت واش عندك. وخليه بعد كي يجمد يبدا ينطم، كي يبرد ينطم. كي بعد طيبي به وديري به طمينه. حنا نستعملوا بزاف السمن في المطبخ الجزائري، يستعملوا السمن سورتو في الحلوه. سورتو في الحلوه وطياب المرقه البيضاء. طياب كامل حنا طياب مرقه بيضاء ولا حمراء، المهم حاجه اللحم ولا دجاج. ديريها السمن باش تمد هذاك الوجه وليدان. الوجه والبنه. صح. ونروحوا للعسل. نروحوا للعسل، عندنا زوج كيلو تاع سكر كريستاليزي حرش.
هدايا تديري فيه قدره ونحوسوا دوك قدره باش نديروا فيه قدره. طنجره ولا لازم قدره باش كيطلع يغلي يدير هذيك الغليه تاعو ويطلع لك. كملي معاهم الحاجه نحوس لك قدره. واش نديروا فيها القدره الحاجه؟ القدره نديروا لها نديروا كاين دبس الكوزينه. كاين بزاف اللي ما يعرفش شمع الحر. ايش شمع الحر؟ هذا يقولوا له شمع الحر، تروحي عند العشاب تقول يعطيني شمع الحر باش نخدم العسل، يعطيك هذا يجي هكذا حجره. نفرغوا هذا السكر تاعنا هنايا. السكر بسم الله. هكذا درتي زوج كيلو يعني. زوج كيلو هكذا معليش هكذا. ومن بعد هنايا نديروا هذه الحجره تاع واللي عندها شويه زياده هذا شمع الحر دير بارد في بارد هكذا. وهنا عندنا شب هكذا مغرفه تاع الشب هكذا هكذا هكذا، وتخليه يغلي فوق النار. ايه او دير له ريتلا ونص تاع الماء. زوج كيلو سكر ريتلا ونص ماء. ريتلا ونص تاع الماء هكذا، تفرق فوق الماء هذاك وتحطه فوق النار يبدا يغلي. تحركه باش ما يلصقلهاش السكر ما يحمرش بزاف. هو هذا نديروه على جال اللون، يعطي اللون تاع العسل باش يمد اللون. باش يعطي اللون. تحركه وتخليه يغلي، تفرغ تنقص له شويه النار كما يقولوا ما هو لا هو النار ماشي ديك القاويه حتى نطلع مع الجناب ماشي ديك. تخليه يغلي كي تشوفوا يغلي حتى ما تنحيش حتى تشوف هذيك الغليه طلعت تلحق لليدين. ومن بعد تشدوا هكذا تحطوا فوق الفرن ويطافي حتى تحبط ديك الرغوه. وتزيد تعاود ديروا هكذا. تعاود تردوا. تعاود تردوا ديروا تفافا للرابعه تحطوا فوق حاجه بارده باسكو سخون الاخر. فوق حاجه بارده وتغطيه بطريشنه هكذا كما نقولوا حنايا. طريشنه باش ما تغطيش بحاجه اللي تعرق. نغطى ولا حاجه تاع البلاستيك. حاجه اللي ما تعرق. حاجه اللي تشرب العرق. هكذا تحطها هكذا وتحطوا فيه شوكه. والصباح طلع عليه، تصيب هذيك شمع الحر. طلع من الفوق. ويبس تقدر تنحيه تصفيه وديروا فيه بلاره وتخدم به. وعندها عسل في الدار. عندها عسل وزوج كيلو يخرجوا لها كما نقولوا قريب 3 كيلو تاع العسل. الله يبارك. الله يبارك. دوك من بعد على الاخر نوريه لكم. اكيد راح نشوفوا كامل. عندي واجد وعندي اللي نوجدوا وعندي. يعطيك الصحه الحجه. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم ككل يوم سبت. كثير منكم مشاهدينا ينتظروا الفقره الطبيه اللي دائما تكون بامضاء الدكتوره ايمان عباس. طبيبك في دارك بعد هذا الجنجل. دارك اليوم تكون كنا مع الكوزينه مع الحاجه فتيحه كانو كانت تكلم لنا على العسل. من العسل لعسل ثاني ايمان عباس احلى دكتوره. صباح الخير. اهلا وسهلا بك. صباح الخير لطفي. انتي شوازيغ سي مو تعرف تبلعطني في تستاهليهم. هي ماشي مجامله هي حقيقه. احلى دكتوره الاخصائيه في طب النساء وجراحه النساء والتوليد ايضا دكتوره ايمان عباس. مواضيعها مهمه تلقى الكثير من الاهتمامات وكثير من المواضيع تستاقها من خلال انشغالاتكم واسئلتكم من خلال البرنامج. موضوعنا اليوم حنتكلموا فيه على سقوط الرحم. عاده ما يعرف سقوط الرحم لدى المراه اللي تكون متقدمه شويه في السن واللي عاده ما تكون عندها الكثير من الولادات. اكيد مفاهيم راح تصححهم دكتوره احسن مني، لكن اليوم حنتكلموا على سقوط الرحم بالنسبه للمراه اللي تكون صغيره شويه في السن، هكذا دكتوره؟ فوالا. اول شيء نعرفوا ما هو واش نقصدوا بسقوط الرحم؟ اذا الرحم ديالنا هو الجهاز اللي مثبت في البلفيس في الباسان في الحوض، مثبت عن طريق اربطه وعن طريق لي ليغامون اللي يحطوه في بلاصو في منتصف تقريبا الحوض. هذا الرحم راح يكون ملتصق فيه من القدام من اونونتيغيور لافيسي
المثانه بالدارجه حنا نقولوا البواله اون اغيير ملتصق فيه لو ريكتوم. الريكتوم يعني المستقيم. المستقيم هذه ترواز اورغان بيناتهم علاقات قريبه جدا متلاصقين في بعضهم اثناء خاصة أثناء الولادات. لما نقول ولادات ماشي أي ولادة، الولادات سهلة لبيبي صغار ما يديرولناش هاد المشاكل، وإنما الولادات المتأثرة إما الطلق يطول ولوتخافا يطول من يصطروا مرات تقول لك لا ساشفام طلعت لي فوق راسي وطبعت لها فوق بليتو فوق كرشي ولا طبعت لي ولا استعمال لي فوق سابس هذو هما عندهم شكل تاع ليكويير مغار اللي هما كبار يثبتون بطريقة عكسية هكذا على راس البيبي لما يكون خارج البيبي اون بلاس لا بروميير اون بلاس لا دوزيام ونجبدوا بهم البيبي. تقولي لي لان نلحقوا الفرصات لانه اذا كان من الاول باين بلي سيتيون سيزاريان نبداو بسيزاريان. مرات لي بروف دو ترافاي مرات البيبي كلش عادي وكلش يهبط نورمال وبعد انا سوختي يدير مغادي انا بغادي قلبه يبدا يخبط بالعقيله في الخرجه ما عندي الوقت نطلع عندي لها سيزاريان ما عندي الوقت نستنى انه يهبط في عقله مثلا يكون لازم له واحد الساعه اخرى باه يهبط بهذيك دقات القلب وبهذاك الاضطراب في دقات القلب مستحيل يجيب لي ساعه يموت لي هنا اضطر اني نبلاسي لو فورسيبس نعيطوا له لو فورسيبس ديكسبلسيون بكري كنا نبلاسيو لو فورسيبس ما من فوقه دوكا لي ديغنييغ ريكومونداسيون قال لك غير ديكسبلسيون واش معناها لا تيت خارجه لازم قبل في الخارجه اون لي بلاس باه نجبدوه مي هذا وحنا نجبدو فيه راح نفورسي البيبي دونك راح نجبد معاه الرحم بهلفيتي ولا يعني تكلمتي على الحالات اللي تكون فقط في الولاده الطبيعيه ايه؟ نفهم كلامك ان الولاده القيصريه ما تاثرش على الرحم ما تثقلوش ما تاثرش باسكو ما كانش الزحمه ما كانش يعني تاثر غير في الزحمه ما يتاثرش من وزن البيبي. من وزن الجنين لا وزن الجنين وفي بلاصه عادي اثناء مع الان كاين اللي من الحمل يهبطوا لهم نسبه قليله جدا النسبة الكبيرة من سقوط الحمل تحدث بعد الولادات المتعسرة ولا الولادات الكثيرة. كي نقول لك ولادات كثيرة مرات يكونوا خمسة ستة ما تجيبهم زوج كيلو ونص ثلاثة كيلو انت خضاي فاصل ما يطيحهمش مي حتى الولادات الكثيرة المتعسرة اللي كرو بيبي انك تولدي ثلاثة كيلو تولدي ربعة كيلو ونص من تحت سي با ديتو كيف كيف راح يضطر ان نجبدو ونزحمو الرحم تاعنا لما تحسوا عند المرأة الكبيرة عند المرأة الصغيرة لأن المرأة الكبيرة حتى ولو ما جابت أن سالونسون يقدر يجيها سقوط الرحم باسكو حتى هذوك لي ليغامون اللي كنا نحكيو عليهم يرتخيو الأربطة ترتخي الأربطة ترتخي دونك السقوط عادي بفعل الجاذبية الأرضية بالك معلومة ما تعرفوهاش بما أنه كاينة جاذبية في الأرض أي حاجة فينا تهبط لتحتها كل شيء تهبط لتحتها اي كومبري لي تري ديالنا على بها لما يبدا يطيح وجهنا ما يطيحش وجهك الفوق يطيح للتحت كل شيء يمشي مع الجاذبيه الارضيه مع الزياده في العمر كل شيء يهبط حتى جسمنا يهبط حتى الهيكل الهضمي تاعنا يهبط كل الجاذبيه تجبدنا وداك غير تعيط لنا نروحوا عندها دونك بما فيها الرحم تاعنا اللي يهبط وينزل لنا. طيب كيفاش تكون هذا عمليه السقوط ولا هبوط الرحم؟ كيفاش نقولوا هو على شكل هو محكوم يعني فيه اربطه فيه فوالا هذوك الاربطه يستطيلوا وكيف تعرف المراه يعني انا باغاتي اون ماس كيسك سيريوريس حس بلي حاجه خارجه. المشكل الخطير في هذا انه مصاحبه مع نزول الرحم ينزلوا الزوج عفايس اللي هضرنا عليهم في بدايه الحلقه. اللي هما المثانه والمستقيم يهبطوا معاها نزول رحم نزول مثانه ونزول ومستقيم ينزل على القدام وهذا يصاحبهم يونان كونتينونس ايرينير وش معناها تقول لي طبيبه راني نروح بزاف للتواليت طبيبه راني ما نشدش البول طبيبه راني نقطف هذا يجي مصاحب لنزول الرحم عاده لما المراه تكون فاتت ال 45 سنه لا كوريكسيون لي فاسيل ماشي فاسيل مي الجراحه تتم من تحتها فوا باس واش نديرو فيها؟ يتم فيها استئصال الرحم كاين بعض استئصال مباشرة من الرحم فوق 45 سنة على بها المرأة الصغيرة فيها اون اكسبسيون نقوم باستئصال الرحم استئصال الرحم غير كافي لأنه نستأصلوا الرحم لأنه يبقى عندنا ثقل هذا الثقل اللي راهو يأثر على هذه الأعضاء اللي يبقى يجبد النحو زائد انه يتم تثبيت لافيسي لازم نطلعوها لانه كان غير نديروا الاستئصال ونغلقوا راح تكمل لافيسي في الحبوط احتفظي بالنقطه فقط دكتوره لانه معنا اتصال نقولوا الو صباح الخير
الو صباح النور. الو صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير سيدتي، اهلا وسهلا. انا يا ام هاجر، مرحبا. السؤال على هذا الموضوع تاع الرحم. انا درت عمليه جراحيه عندي بزاف، عندي دوكا كانت دوكا عندها 26 سنه ملي درتها العمليه. شحال 29؟ وش من عملية دارت؟ شحال سيدتي؟ درت الأول كان عندي فخمي بيبي، ثم جاتني زيادة صعيبة بزاف. كنت درت درت في لاكلينيك ومن بعدين كلينيك، ثم قالوا لي كاع الوسائل كما كنت تقولي يطلعوا فوق البطن ويطبعوا، قالوا لي هذوك فوق لو بيبي يطلع ويعاود يحبط. ومن بعد ما قدروش، ما عندهمش البلوك تاع العمليات، عاودوا داوني من القبعة الأبيار ومسافة وثما سيركيلاسيون. كي وصلت للعملية البيبي ثما ما عاش حتى قولي الفجر ومن بعد توفات. للأسف للأسف ربي يخلف عليك. ما تعذبت بزاف فيها الزيادة، ومن بعد دركا جبت وليد واحد آخر الحمد لله، بصح الألم عندي دائما طر داخل لتحت في لافيتي من تحت، ما فهمتش. رحت للأطباء جا كامل، درت كاع البصمة، بصح دائما عندي الألم. ولو دوزيام بيبي زيتي طبيعي ولا عملية؟ أكيد عملية. الأول داروا لي هذوك لي بوكتيرز والدنيا وما يحبش ما يحب ما قدروش، ومن بعد عملية، ومن بعد دوزيام عملية عادي. دوزيام عملية. ودوكا عندك الألم، شحال في عمر سيدتي؟ دوك 55 سنة. إيه، دوك هذا الألم المصاحب احتمال كبير إما من الالتصاقات تاع العملية، وإما من الخوماتيزم تاع العملية. والأطباء داروا لك إي آر إم، داروا لك ما داروا لي والو، ما داروا لي والو. هذه لازم تروح لازم تروح للطبيب الخاص ديالها، يدير لك يونيا رام الاولى، اولا باه يشوف سبب الالم اللي راهي عندك، واذا كانت لافيسي ماهيش حابطه يقدر يدير لك حتى جراحه بالمنظار تشخيصيه سيليوديات حتى يبحث لك عن سبب الالم. ان شاء الله. هي لازم تروح للطبيب المختص هو يدبر راسه واش عارف يدير. ان شاء الله يا رب بيشافيك. ان شاء الله بيشافيك. انا ماذا بيا نجي لعندك هكذا. نذكروا دكتوره تقدروا يعني تواصلوا معها من خلال صفحتها على الانستغرام فيسبوك دكتوره ايمن عباس، ولا حتى العياده اللي متواجده في وسط برج البحري، اكتبوا فقط ايمن عباس. بارك الله. شكرا. يعطيك شكرا لك. يعطيك الصحه. شكرا. اذا دكتوره مازلنا مواصلين في الموضوع اللي نتكلموا فيه على سقوط الرحم. كنت تكلمتي على نقدروا مخلفات السقوط، اللي قلتي ايضا لا قلنا على المرأة الكبيرة، المرأة الكبيرة أن نديروا استئصال الرحم وحده ما يدير لها والو، لذلك لازم استئصال الرحم مع تثبيت إعادة تثبيت المثانة وإعادة تثبيت المستقيم. عملية دقيقة جدا تتطلب دقة في الجراحة، تتم بغفوا باس بدون فتح شق البطن. بدون شق من تحت، نعاودوا نفيكسيو لافيسي ونفيكس لو ريكتوم المستقيم والمثانة يعاودوا يثبتوا في بلايص. علاش تنحيو الرحم بما لأنه ثقل يبقى لي يسبب لي ثقل. وزائد فوق 45 سنه تحتاج المراه الى الرحم ديالها. العمليه الثانيه دوكا كي تقولي لي وحده في عمرها 35 سنه وعندها سقوط رحم. ايه وكاين 35، كاين جاتني انا اقل وحده في عمرها 30 سنه سقوط رحم حاد على برا. 35 ومستحيل نستأصلوا رحم على 35 سنه على جالها بسبب بسيط. لذلك العلماء ديالنا لي زيدو ديالنا الشيفان ديالنا في الجينيكولوجي لقاو لنا طريقه لتثبيت الرحم، طريقه رائعه جدا نعيطوا لها لا برومونتو فيكساسيون، مع العلم نقدر نستعملوها امام عند السيدات التي ترفض ازاله الرحم. عندها لي كونديسيون ديالها، وانما عند المراه الصغيره تقريبا هذا هو الحل وهذه لا سوليسيون الوحيده. عمليه تثبيت الرحم او بيان لا برومونتو فيكساسيون، نقوم برفع الرحم وتثبيته في واحد ليغامون يفوت ما رابط يفوت فوق العظم وين العمود الفقري يتعوج فيعاود يحبط فوق العمود الفقري. تخيلين نهزوا الرحم ديالنا. ماهيش خطيره العمليه؟
ما يديروهاش كاع. دقيقه يعني عمليه جدا جدا. وزادوا من تطور العلم يعني من رحمه ربي بينا اللي خلانا اعطانا العقل ونخمو. جات اون تكنيك كانوا يديروها ابدومان اوفير يعني يفتحوا الرحم يفتحوا تقريبا الكرش كاع يخدموها. دوكا عتندار بالمنظار يعني 35 سنه عملية تثبيت رحم ومن غير اصلا امسيكاتريس يعني قمة الروعة. نقوم فيها نوصلوا فيها دي بوندلات يعني اشرطة نقوموا بهم تثبيت الرحم. نثبتوا شريط من قدام الرحم وثبتوا شريط من تحت الرحم ونعبدوا كاع نثبتوهم في البروموتوار في لو ليغامون في الرابط اللي فوق فوق هذا العظم اللي نسميه البروموتوار. ويعالج لنا المرأة بدون فتحة بدون جراحه وبدون سكاتريس. دكتوره قلتي المراه تكون صغيره ربما تكون دارت ولاده وحده وحصل لها سقوط الرحم، لكن لو تحب المراه تنجب مره ثانيه في هذه الحاله تقدر تنجب ولا؟ سؤال رائع جدا. اذا لما نقول 35 سنه وحده عندها سقوط رحم، الحاله اللي كنت نتحدث عليها كانوا عندها ربع ولا خمس اولاد. في حاله سقوط الرحم في غوصات واحده ما نقدروش نديروها، نخلوها دير لي كروسات ديالنا على بعضاهم باه نطلعوها. والرحم لانه الرحم يبقى في بلاصو في حال سقوط نخلوها نا با لو شوا. نا با لو شوا علاه؟ لانه لو كان لما تسقط الرحم الرحم ماهوش حيتحمل ثقل تاع بيبي، راح هذوك الاربطه راح يقطعونا. لذلك ما نديرو ليغاتور دو ترون يعني الرحم حتى لو كان ساقط. باش نفهم كلامك لانه تقولي يسقط يعني اهبط تماما. هناك هذه دقغي اوكي ما يخرجش على برا، يعني ماشي في كل الدرجات تقدر المراه تحمل الى عاد على برا. هذا واش بغيت نقول يعني امبوسيبل اصلا يخرج على برا لازم على الاقل زوج ولا ثلاث ولادات يعني يعني وجينيرال يكونوا عندها الاطفال. يعني انما هذه العمليه علاه نخليو هذه العمليه؟ علاه ما نحوش الرحم؟ لانه مبايضها كاينه ورحمها كاين. هذه دنيا يا ايمان، دنيا ما تعرفيش واش كاين فيها. صح. اذا مره من المرات قررت انها ترفد نقوم بقص هذوك الاربطه ونخلوها ترفد دير الحمل تاعها عادي. وجا دير عمليه اخطر مي ونعطي له شوا ونكوب دير لا غروسيس في حاله ما دارت. احنا لما داروا العمليه راح نديماريو ان 95% ما ديرش حمل. صح. الدنيا واعره يعني من الغدو ما تعرفيش واش كاين. مين نبقاو محتفظين بالرحم محتفظين بالمبايض؟ اذا احتاجت غدو من غدوه ديري غروسيس دير لا فيف ديالها ودير غروسيس ومن بعد نعاودوا علاج. علاش قلتي لا فيف؟ لازم دير بالحقل المجهري تخرج الطفل الطبيعي باسكو نحيو. شرطنا انه نديروا لا ليغاتور دو ترون. شرطنا انك ما ترديش لا يحمل الرحم تاعها لا يحمل اون غروسيس عاديه. بتحملها راح يتيري لنا سيغ ليغامون اللي فوق لا كولون فيرتيبرال ماهوش بلاصتو. لذلك اذا ديسيدات تحمل لازم ما درناهاش. مي حالات ربما نادره لازم نكوبيو هذوك لي بلاك ونخليو هذه لا غروسيس ديالها. دكتور تكلمتي على ارتباط الرحم بالمتانه والمستقيم اكثر من كلامك على المبيض وقنوات فالوب، لانه نعرف الرحم متصل بالمبيضين وقنوات فالوب. ما ياثرش على هذه الاعضاء المبيض وقنوات فالوب؟ حتى ولو حطوه ما ياثرش، لان هناك استطاله. الاستطاله من تمس اما تمس ليغامون وعنق الرحم يستطيلوا ما يخرجوا برا، لذلك ما يأثروش تقريبا ما يحطوش معاه. قنوات فالوب والمبيض ما يحطوش معاه، بينما المستقيم والمثانه يحطوا. مرات المثانه تسبق الرحم تحطوا. مرات تقول لك بابا تحس اون بول لما تعمر بالمثانه بالبول تحس باللي كاينه اون ماس على برا، تقول لك بابا كاينه عفسه خارجه نمس فيها. حتى في بدايه الاعراض ما كانش حاجات نقدروا نساعدوا بهم المراه باش ما توصلش هذه المراحل المتقدمه. كاينه لا ريديكاسيون بيرينيال تاهيل تأهيل المهبل يديروها بعض من المختصين ما تمدش نتائج. عملك سي سان فينومين ظاهره اذا قالت بسم الله ما تحبش. اذا بدا الهبوط باسكو علاه ماهيش ماهيش كافيتي برك ارتخت ولا اربطه ترتخي. لما ترتخي الاربطه كيما الشيلاتيك ديالنا يعني لاسيك ويفقد الفعاليه ديالو ما نقدروش نعاودوا الاعاده. الهبوط ما يحبش ينزل ما يولعش. مؤخرا نسمعوا كثير من المراكز اللي تقترح اعاده تاهيل المهبلين. فهم كلامك دكتوره؟ انا ماشي طريقه اعاده تاهيل المهبل حاجه اخرى. بعد الولادات يرتخي المهبل على جال حياتها الزوجيه لازم تعاود
يدير اعاده تاهيل المهبل هذيك بعد الولاده، لانه بعد الولاده العضلات ترتخي. الولاده الطبيعيه ترخي لنا بزاف العضلات من تحت، لذلك لازم اعاده تاع كيما البطن كيما كلش في الكوع تاعنا كل لازم اعاده تاهيل. زمان دكتوره دائما ما كنا نسمعوا الجدات والامهات يقول لك دير الكتش باش ترجع الوالده لمكانها لبلاصتها، هذا الامر كاين منه كاين منه ولا تبقى مفاهيم؟ يعني سؤال يومي يجيني صدقيني. اولا مانيش ضده، لانه ما راح تولد كما تبدلكيش راح تدلك. لذلك لما تجي نقول لها روحي بالك عجوز بالك براك هيا روحي تلعبي، صدقيني يا ايمان ندخل بالمنظار تغسلي وسكوفي باه نلحق للرحم ونقطع ونوصل باه نقدر بالك الرحم نرجعو بلاصتو بالك اذا قدرت نخلص الالتصاقات. وهي من فوق بعيد جدا راح يمرض هابط فوق الكرش للبطن، لانه هي لما تدلك دلك زوج وتقول لك راه رجع ولا غنخليهم. مرات مرات الايمان بهذاك الشيء يخليها ترفد انها تؤمن بهذيك العجوزه باللي براتها راح يبان لك يضحكوا لي الاطباء. ولا عمري ما كنت ضد الطب البديل وعمري ما قلت ما تروحوش داويو عند الطب البديل. الحاجه اللي ما نحبهاش بزاف هذوك الحشاوش اللي يشربوهم بزاف، ما نعرفش ما علمش فيهم ما نعرفش مكوناتهم. كاين بعض الاعشاب اللي فيهم استروجينات لايك احنا عندهم فعاليه استروجين مثل البروجستيرون راح يبيرتيربيونا لو سيكل. عمري ما نقدر نقول لا لانه ما عنديش علم بهذه الاعشاب ما نعرف لهمش، ما نقدرش نقول هذا شربيه وهذا ما شربيهش. وعمري ما كنت ضد الطب البديل عمري، مع على برك انه يديروا واحد مختص وما يتعداش حدوده، يعني يكون دارس لا يتعدى يعني. الطب البديل هو لا يتعدى يعني حدوده يعني اكيد ما يمنعش. ماشي حاجه لازم العمليه يداويها بالطب البديل، هذه اتحدى اي واحد اذا كان قلنا انديكاسيون دون انترفونسيون يديرها لي بالاعشاب ولا سرطان. باسكو اذا كان هناك طب بديل مع العلم مانيش ضده مانيش نصفيهم يا اصحاب الطب البديل يعالجوا لي السرطانات. ناس راهي تموت يوميا وراء اعشابكم يعالجوا لي السرطان في البدايه. اي شخص يقدر يقول انا مختص في الطب البديل لانه علم بداته يعني قائم بداته. دكتوره لما تجيك سيده عندها سقوط في الرحم وتقولي لها انه لازم نديروا عمليه سواء استئصال، خاصه نتكلم على الشق اللي هو استئصال الرحم، عاده المراه عندها ارتباط انه كل حياتها الانثويه مرتبطه بالرحم. سؤال رائع. هل هذا صحيح؟ وسؤال تعبها هو ونعاود نفهم لها نقولها لما اولا لازم نقنعها سيقول بلون صحي تقول هذا لا يمس انوثتها بتاتا. كانش مس بالانوثه لما مسوا الرحم عند المراه اللي تعدات 45 سنه واكد وعندها اطفال، لانه الرحم عضله الخدمه ديالها استقبال البيبي يتكون فيها الجنين. اكيد كشخص ماذا بينا كاع الاعضاء يكونوا فينا، ماذا بينا السمنه ما نحوهاش كنت ادينا حنايا، ماذا بينا ام خزاف كاع لي زورغان ديالنا. وانما هناك حالات تتطلب بعض الاستئصالات كما استئصال زائده الدوديه. استئصال الرحم ماهوش اذا كانت طريقه مليحه ورائعه واذا كانت لانديكاسيون تاعها يعني تاع العمليه في بلاصتها. استئصال الرحم لا يمس حياه المراه نهائيا. يعني تخيلي لدرجه ان لو كانت تحب ما تقولش الراجل ما يفيقش لهالدرجه. حتى الانوثه لما نقول انوثه اقول من بيضين. لما نقول انوثه الاستروجينات هي اللي تفرزها المبيضين، هي المسؤوله علينا على ليمور ديالنا حياتنا المود ديالنا لي غيد ديالنا لابو تاعنا. دونك ونا تاتوشي دونك ما نسيناش المبايض، دونك خليت مبايض في جسد المراه فانا خليت لها انوثتها المطلقه 100%. الرحم هو لاستقبال الاطفال. لما تقولي لي 35 سنه باغ كونتخ وي هنا ما لازمش نمس الرحم، لانه الدنيا اولا ما نمسوش اذا كان ما عندهاش اطفال. اذا ما عندهاش اطفال ما كانش هبوط رحم. كاين اللي يموتوا لهم، كاين يجيبوا ثلاثه واربعه ويموتوا لهم وهناك هبوط رحم. في هذه راح نويها بخون لو ريسك ونديروا ديك غوساس باه تقدر تعيش واحد ولا زوج. قرار لا بروموتو فيكساسيون عند المراه الصغيره يكون لما نتاكدوا باللي كملت ولادها ما يبقى عندها احتمال الحمل. مي لازم تعلم الطبيب هناك اجراءات وبريباراسيون باه نخلوها تعاود تركب. فوالا. شكرا لك دكتوره. حاولنا ان نجاوبوا على كل النقاط تقريبا. شكرا تنورينا دائما في حضورك. ربي يحفظك. شكرا كثير. انا استفاد وكل مشاهدينا يتابعوا فينا يستفادوا من هذه الفقره مع احلى دكتوره ايمان عباس. مشاهدينا صباح الخير لطفي. نورتينا. تواجدي معكم. مرحبا وسهلا نورتينا فيكم. اذا استاذه ماذا نقصد بالزواج المختلط؟
نعم، الزواج المختلط هو يعني شخصين من جنسيتين مختلفتين يتزوجوا، بما احنا هنا في الجزائر يعني زواج جزائري او جزائريه من شخص من دوله اخرى، وهذا الزواج راه منتشر وبكثره في الاونه الاخيره في الجزائر، وهذا يعود لعده اسباب من بينها انه تعارف مواقع التواصل الاجتماعي. هذا صحيح، هذا سبب من اسباب مواقع التواصل اللي ولات ما كاش مسافات بين دول وبين ثقافات، فالناس ولات تعرف من اي مكان. كذلك هو انتشار الشركات الاجنبيه في الجزائر. صح. وكذلك لطفي من اهم الاسباب هو لاجئي الحروب. اللي ولاو عندنا في الجزائر ولينا نشوفوا زواج كثير، خاصه مثلا بين الجاليه السوريه الفلسطينيه في الجزائر وبين الجزائريات والجزائريين. والقانون والمشرع الجزائري ما خلاش هذا الزواج هكذاك برك، وانما ضبطه باجراء. هذا الاجراء هو اللي راح نهضروا عليه اليوم، نهضروا على شروطه وعلى اجراءاته اللي هو الرخصه المسبقه لهذا الزواج. اي قانون يحكمها؟ واش من قانون يضبط احكام الزواج بالاجانب؟ المادة 30 من قانون الأسرة في فقرتها الأخيرة لتنظم الزواج من الأجانب. وعدنا كذلك المشرع في 1984 صدرنا قانون، هذا القانون ما كانش كاين من قبل، اللي هو قانون 84-11 اللي يضبط زواج الجزائرية من الأجنبي ويعلقوا بشرط الإسلام. يعني بالنسبة للجزائريين ما عندهمش مشكل، يقدر يتزوج، ولكن الجزائرية من بعد 84 ولات الجزائرية ما تقدرش تتزوج بإنسان غير مسلم إلا إذا أثبت إسلامه، وهذا عن طريق شهادة راح نتكلموا عليها بعد قليل. بما أن القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية. أكيد، نعم نعم. فالزواج المختلط إيمان، أول حاجة نعرفوا كيفاش نبدأ. أول خطوة وشنو هي؟ أول خطوة هي أنه هذا الطرفين يعني الجزائري أو الجزائرية والأجنبي يتجهوا وين؟ يروحوا عند مصلحة اللي هي الولاية. الولاية هي المختصة بإصدار رخص الزواج المسبقة، وبالتحديد مكتب تنقل الأجانب. نروح عند مكتب تنقل الأجانب اللي عندهم استمارات، نعمروا هذه الاستمارات إضافة إلى ملفات إدارية. بالنسبة للجزائري فهو ملف روتيني عن شهادة ميلاد، إقامة وغير إلى غيرها، ولكن بالنسبة للأجنبي هناك ملف ليتضمن عدة ضوابط اللي بها نستصدروا هذه الرخصة. اللي مثلا عندنا شهادة صور شمسية، عندنا خاصة صحيفة السوابق العدلية نتاعو، عندنا شهادة القدرة على الزواج، يبين هل إقامته في الجزائر راهي إقامة قانونية. يعني هو ملف طويل وعريض يعطوه لهم في المصلحة هذه. الشهادة اللي تثبت الديانة منين نستخرجوها؟ اولا لطفي نبداو بالشروط، باش هكا دوك ندخلوا في وسط هالديانه ونهضروا بالتفصيل عليها. أوكي. شروط استصدار الرخصه عندنا اولا الاقامه القانونيه في الجزائر، يعني هذا الطرف الاجنبي لازم كي يكون في الجزائر باش يستصدر هذه الرخصه يكون في اطار قانوني، اما يكون مقيم في الجزائر وهنا لازم تكون عنده بطاقه المقيم الاجنبي، واما انه ما يكونش مقيم وجاب تاشيره، فهذه التاشيره لازم تكون قيد الصلاحيه، هذا بالنسبه للرعايا اللي يدخلوا الجزائر بالتأشيرة. ما تكونش مضبوطة بمدة محددة؟ أكيد تكون قيد الصلاحية، هذه التأشيرة دوكا سا ديبون، مي التأشيرة تاعو لازم كي يكون في الجزائر لازم تكون مازالها قيد الصلاحية. لأنه نتوقع أنه الإجراءات تدي وقت تاع جمع الملف وغيره. هو مش ملزوم أنه يقعد هنا حتى يتم استصدار رخصة، إضافة إلى أنه يقدر يدير وكالة للطرف الجزائري، وهذه الوكالة تقدم في إطار الملف. قلنا لازم يكون مقيم إقامة قانونية. ثاني شرط لازم تكون عنده القدرة على الزواج، وهذه الكلمة بزاف ما يفهموش واش معناتها. القدرة على الزواج نثبتوها بشهادة اللي هي شهادة القدرة على الزواج. هذه الشهادة يخرجها الطرف الأجنبي ماهوش الجزائري، وهذا الطرف الأجنبي من وين يستخرجها؟ من قنصلية البلد نتاعو. وش معناتها شهادة القدرة على الزواج؟ هي عبارة عن سيرة ذاتية لهذا الطرف الأجنبي. الدولة نتاعو تحضرنا عليه، تقول لنا حالته المادية، حالته الاجتماعية، هل هو متزوج في البلد نتاعو أو لا. وكذلك أهم نقطة فيها إذا متبوع بقضايا ربما أكيد سوابق، هذه هي، ومام هو راح يدفع شهادة السوابق العدلية. أوكي. ومن أهمية كذلك لطفي شهادة القدرة على الزواج هي أنه الدولة نتاعو راح تقول لنا هل هي ممانعة أو ولا عن هذا الزواج، يعني هل هي اذا مدتها يعني انها لا تمانع زواجه من هذا الجزائري. وهي وقتاش تكون الممانعه؟ تكون الممانعه مثلا في حاله ما اذا كان هذا الطرف الاجنبي اوروبي.
وكان متزوج في الدوله تاعو، فاكيد انه الدوله تاعو ما تقبلش على الزواج، ما راحش يقدر يتحصل عليها. هذه هي معناتها القدره على الزواج. كذلك عندنا من الشروط في لاستصدار الرخصه، عندنا قلنا الاقامه، وعندنا القدره على الزواج، وعندنا كذلك عفوا شهادة الديانة، الإسلام. أعطيك صحة، شكرا لطفي على التذكير، اللي هي شهادة أنه مسلم، وهذه نطلبوها فقط بالنسبة للرجال. منين استخرجوها؟ استخرجوها دوكا، هذا إذا كان مقيم في أوروبا، هذا يعني يخرجها من المصالح الدينية تما، يروح للمساجد اللي تما واللي يخرجها. أما إذا خرجها هنا في الجزائر فيتجه إلى مديرية الشؤون الدينية، واللي هي عندنا مصلحة التوجيه القرآني والتعليم الديني. كيف تثبت أنه حقا مسلم أم لا؟ أكيد هو ملف، هو ملف يقدم فيه شهادة ميلاد إلى غيرها، ويتم كما يقولوا أن أنتروتيان استجواب معه، ويقول هو متى أشهر إسلامه، ما لازم يكون من قبل، ما لازمش يكون هذاك النهار، باسكو إلا قال لهم اليوم حنولي مسلم، هذا يعني أنه قد يكون هناك تحايل. هل يستوجب الأمر ربما إشهار وإعلان إسلامه أمام العلن هو في مسجد مثلا؟ هذه لما يتم إشهار الإسلام دائما غالبا ما تقدم شهادة، خاصة إذا كان في الجزائر أو حتى من في وزارة شؤون دينية. إذا كان أشهر إسلامه في الجزائر فتقدم من وزارة شؤون دينية، وإذا كان في أوروبا فالمسجد اللي أشهر فيه إسلامه، وهذيك الشهادة راح يكمل الملف. عندنا كذلك من شروط الزواج هي أنه هذا الزواج راح يحافظ على التماسك الاجتماعي وما يمش بالأمن القومي والنظام العام. يعني نعم، وهذه هي الشروط. وكذلك انه استصدار رخصه يكون واضح انه الهدف منها هو الزواج، ما يكونش هدف اخر للتحايل مثلا من اجل الحصول على اقامه او ما شابه ذلك. أوكي. هذا بالنسبه لشروط استصدار الرخصه المسبقه. نحكي الان ربما عن الضوابط او المشاكل التي تنجم من الزواج المختلط، بالاخص بعد الطلاق، لانه وش هو القانون اللي يضبط العلاقه واللي ينظم العلاقه بين الازواج بما فيها احكام الطلاق؟ هل الاجنبي يمتثل الى قانون بلده، ام كونه تزوج هنا بالجزائر تضبط ضوابط وقواعد وقوانين الدوله الجزائريه؟ صحيح لطفي، هذا سؤال مهم. علاش؟ لانه هذا هو الهدف من اهميه ابرام عقد الزواج في الجزائر. انت لما تبرم عقد الزواج، او انت هي خاصة النساء وحتى الحضانة أيضا بالأخص الأطفال، لطفي لما تبرم عقد زواجك في الجزائر يعني أن الدولة الجزائرية راهي معترفة بهذا الزواج، يعني أنك من حقك أنك تلجأ، لا قدر الله هناك مشاكل، تلجأ إلى السلطات القضائية الجزائرية ويتم كل شيء في الجزائر. أنه لو أنجبت أولادك راح يسجلوا بطريقة عادية في الدفتر العائلي، يعني هو لمصلحة الطرف الأجنبي. لماذا لطفي؟ لأنه الدولة الجزائرية أصلا لماذا فرضت هذه الرخصة؟ فرضتها أولا لمصلحة الطرف الأجنبي، أنه هذا الطرف الأجنبي، لأنه للأسف هناك مشاكل كثيرة نشوفوها في المحاكم تعود لعدم استصدار الرخصة. أنه في بعض الأحيان هذا الطرف الأجنبي، خاصة مثلا إذا كان لاجئ حرب في الجزائر، ربما ما راحش يستخرج بعض الوثائق، فهنا تلقى الطرف الجزائري يتقلق وما يحبش ينتظر باقي الاجراءات ويروحوا قد يتزوجوا بالفاتحه، من بعد يقول لك كي نتزوجوا بالفاتحه نروحوا نرفعوا قضيه اثبات زواج عرفي في المحكمه. ولكن لما يروحوا للمحكمه والقاضي يشوف بانه هذا طرف اجنبي ما عندوش رخصه، راح يقول لهم تروحوا تخرجوا الرخصه مسبقا باش تجوا ندير لكم يعني عقد الزواج. يعني الخطوه الاولى اللي هي الرخصه. ولما يروحوا للمصلحه الولائيه ويقولوا لهم نحتاجوا للرخصه لاننا لازم نثبتوا زواجنا العرفي، راح يرفضوا يعطوا لهم الرخصه، لانهم يقولوا لهم انتم راكم ديجا تزوجتوا. احنا هذه الرخصه نمدوها للناس اللي راح يتزوجوا. فهنا هناك مشاكل ايمان مزر، يعني عائلات في وضعيه مزريه، الاطفال راح يقعدوا بدون وثائق. فأهم شيء هو استصدار الرخصة، ما لازمش نتقلقوا ولا نقولوا إجراءات طويلة، هي الوقت تاع استصدار الرخصة في المجمل هو 3 شهور. لذلك يجب دائما قبل ما نحدوا زعما نديروا تاريخ الزواج نقوموا بإيداع الرخصة 3 شهور من قبل. فبعد إيداع الرخصة ب3 أشهر هنا تصدر الرخصة ويتم إبرام عقد الزواج بطريقة عادية، يعني مثل الجزائري. أوكي. في البلدية. أستاذة، بما أن المشرع أو القانون يقوم بقبول الزواج لما يستوفي كل الشروط اللي ذكرتيها منذ قليل، هل هذا يعطي الحق للأبناء
الذين يزدادون بحكم هذا الزواج يمنح لهم حق الجنسية؟ معروف أن الجزائر ما تمتش جنسية الإقليم وإنما تؤمن بجنسية الدم، رابط الدم. نعم. صح؟ نعم. هذا اللي ربما يخلق مشكل بالنسبة للأطفال بالأخص لما يكون الزواج قائم هنا بالجزائر بالضبط ضوابط وقواعد وقوانين جزائرية. صحيح صحيح. لطفي ربما ما كبزفنا مش عارفين باللي بعد 2005 صدر قرار رئاسي في عهد رئيس بوتفليقة اللي أصبح يمنح الجنسية للجزائريين المولودين من أم جزائرية. وهنا كذلك لطفي للدولة الجزائرية لازم تدير تحقيق على هذا الأجنبي. هذا الأجنبي راح يكون والد لأطفال جزائريين بحكم أنه أمهم جزائرية، وبالتالي لازم قبل استصدار الرخصة نروحوا إلى التحقيقات الأمنية. علاش الرخصة تاخذ وقت؟ لانه بعد ذلك الملف والطرفين راح يروحوا للتحقيقات الامنيه. هذا الطرف الاجنبي الامن راح يدير التحقيقات عليه، هل هو انسان ربما قد يكون مجرم، ربما قد يكون فرد من العداله في بلاده، ربما قد يحمل ايديولوجيه معاديه للدوله الجزائريه. فهنا هذا الطرف الاجنبي باش نوافقوا له على الزواج لازم نكونوا تاكدنا من كل هذا الامور، وكما قلت راح يكون اب لاطفال جزائريين عندهم جنسيه مزدوجه اكيد تاع الاب وتاع الام. هذا لازم يطالبوا بجنسيه الام، مش راح تكون تلقائيا. يعني هم يطالبوا بالجنسيه الجزائريه، فكيفاش نقدروا نقبلوا بانسان اجنبي راح يكونوا اولاده جزائريين بلا ما نحقوا عليه بلا ما نعرفوا شكون؟ على الاقل نعرفوا هاد الاطفال راح يتربوا عن انسان طبيعي، ما راحش يربيهم على امور معاديه للبلد او امور يعني احنا في الجزائر تمسوا بالامن القومي او تمسك الاجتماعي. يقدر اي جزائريه او جزائري زوج باجنبي ولا باجنبيه يعقدوا في بلد اخر؟ نعم إيمان، علاش أنا نقولوا باللي ما لازمش تلجؤوا إلى طرق أخرى، هذه من بين الطرق الأخرى، كاين بعض الجزائريين اللي يلجؤوا إلى السفارات الجزائرية، كانوا يلجؤوا إلى السفارات الجزائرية وفعلا كان يتم إبرام عقد الزواج ثم بعد ذلك يجوا يعطوا له صيغة تنفيذية في الجزائر، لكن وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت تعليمة إلى جميع السفارات الجزائرية في الخارج بمنع إبرام عقود الزواج في السفارات، لأنه هذا راهو يعتبر تحايل. يعني انه انت قررت انك تروح تتزوج في انسان اجنبي في الخارج باش هكذا ما تستصدرش الرخصه وما يكونش هناك تحقيق حول هذا الشخص الاجنبي، وبالتالي عقد الزواج هذا ما راح تعترف به وزاره العدل. فلما تجي للجزائر راح توقع لك مشاكل كثيره. هاد التحقيقات المعمقه اللي تتكلمي عليها والامنيه خاصه سواء للرجل ولا للمراه؟ نعم للطرف الاجنبي كيف كيف. المهم انه الامن يتاكدوا منه من سيرته، يعني يديروا له شغل استجواب، علاش راك حاب تتزوج في الجزائر اذا كنت مقيم، واش راك ناوي، واش كنت تدير في البلاد تاعك. يعني هذه امور روتينيه وفقط لطفي يجب الاشاره الى انه هذه اجراءات ما تنفردش بها فقط الجزائر وانما اغلب دول العالم بما فيها الدول الاوروبيه. أوكي. يعني لما نشوفوا باغ اكزومبل لو غوغمون فاميليال لما الشمل العائلي راهو ياخذ احيانا حتى 6 شهور باش هذيك الجزائريه او الجزائري يلتحق فيتاكدوا هل هذا الزواج هو زواج فعلي ماهوش زواج ابيض. الدول الاوروبيه تعمل بهذه الضوابط لكن ما تعملش بالضوابط الاسلاميه المحضه مثل قوانين الميراث. أكيد. لو نرجع الى قانون الميراث، لما مثلا جزائريه تزوجت من شخص أجنبي أوروبي كان يدين الديانة الغير إسلامية ومن بعد تخلى الإسلام اعتنق الدين الإسلامي وتوفى، هل المرأة يجب عليها أن تمتثل للضوابط الإسلامية في تقسيم الميراث عملا بالفريضة وغيرها، أم يمكن لها أن تقبل الميراث اللي يجيها من عند زوجها الذي الأجنبي من دولة أجنبية؟ وكهذا لطفي شوفوا وين عايشين، إذا كانوا عايشين في دولة إسلامية فأكيد راح يطبق عليهم القانون الإسلامي، وإذا كانوا عايشين في أوروبا فأكيد ما راحش يطبقوا القوانين الإسلامية في أوروبا، راح يمتثلوا للقوانين الأوروبية. أو في بعض خاصة في هذه الحالات هذا الطرف لما يكون مسلم أكيد راح يخلي وصية اللي يحاول أنه التركة تاعو تقسم حسب الشريعة الإسلامية، ولكن لما يكونوا عايشين في أوروبا فهنا راح يمتثلوا للقوانين الأوروبية. كذلك تذكرت نقطة أريد الإشارة إليها هي أنه رخصة الزواج صالحة لمدة عام. سنة. نعم سنة قابلة للتجديد. لا لا
اذا فاتت هذه السنه وما قمناش بابرام عقد الزواج فهنا يجب استصدار رخصه جديده اخرى، يعني ملف جديد ويعني من اول من اول. ويقدر يرفض الزواج استاذه؟ اكيد لعدم ايه ربما نعم قد يرفض. لماذا؟ لانه اذا ما توفرتش فيه الشروط قد يكون يعني هناك حالات عديده وين يرفض، لذلك يلجؤوا الى الطرق الاخرى اللي راح يصيبوا فيها مشاكل، ربما قد تكون اقامته غير قانونيه وهذه كثير موجوده احنا عندنا في الجزائر. او انه لكن لو كانت النيه سليمه، يعني هذا الزوج ولا هذا الشخص حب هذيك المراه يعني ماهوش بداعي الاقامه لكن حب يتزوج هنا، فنظن عادي يعني. فمدام المفروض انه ما كاش واش يمنع، اذا ما كاش اذا ما كاش عايش في الجزائر فهنا ما نلقاوش مانع، اذا كان مسلم وفيه تكامل الشروط يعني ما كاش تعسف او الرخصه يعني تعطى. ولكن هناك في بعض الاحيان ما تتوفرش فيه شروط، قد يكون غير مسلم او قد يكون مقيم في الجزائر ولكن اقامته غير قانونيه. كذلك ايمان، لانه هذه الحاله يعني موجوده عندي انا، يعني هو انه احيانا هناك مسلمين يعني مصريين او سوريين يتزوجوا بجزائريه. زوج مصلحه؟ لا لا، يكون هو ما تزوجش في البلد نتاعه. ايه فهنا راح يكون تعدد الازواج. أوكي. فقط كثير ما كانوش عارفين هذه المعلومه ودفعوا الملف وفات الوقت ومن بعد باش عرفوها، فعلى الاقل اللي مازال ما فاتوش الحال يعرفها. هو انه لما تكون متزوج في البلد تاعك وراح تتزوج ثانيه مع جزائريه فهنايا يلزم انك تستصدر رخصه زواج مسبقه وكذلك رخصه من رئيس المحكمه اللي تسمح لك باعاده الزواج، لانه احنا في الجزائر الانسان ما يقدرش يتزوج بلا ما تكون عنده موافقه تاع الزوجه الاولى. فهذا الاجنبي لازم يجيب الموافقه تاع الزوجه الاولى في البلد نتاعو وتكون عباره عن اقرار، وهذا الاقرار نجيبوه للمحكمه باش نديروا له الصيغه التنفيذيه باش تولي الدوله تعترف به، ثم بعد ذلك بواسطته يستخرج رخصه من رئيس المحكمه اضافه الى الرخصه المسبقه ويتم ابرام الزواج بطريقه عاديه. يعني مازالها تعتمد انه لازم الزوجه الاولى نعم دائما في حال تعدد الازواج يجب استصدار رخصه من رئيس المحكمه اللي رانا تابعين لها. وبالنسبه للرخصه المسبقه ايمان، انه وين خرجوها واش من الولايه؟ اذا كان الطرفين مقيمين في الجزائر نروحوا للولايه اللي مقيم فيها الاجنبي، واذا كان الاجنبي مقيم في الخارج نروحوا نستصدروا الرخصه من الولايه اللي مقيم فيها الطرف الجزائري. كيف يتم اثبات زواج المصلحه من عدمه؟ لانه صار فيه كثير من الجاليه الاجنبيه العربيه المتواجده هنا بالجزائر او حتى الاجانب من دول اخرى يتزوجوا مع جزائريات من اجل الهروب من الضرائب، من اجل استخراج سجل تجاري باش يخففوا من اعباء الاعباء الاداريه وغيرها، او قد يستخرج الرخصه وتحصل على اقامه ويعود للبلد تاعو. صحيح هذه وارده. هنا علاش قلنا كاين التحقيقات الامنيه؟ أوكي. والتحقيقات الامنيه راهم مختصين في هذه الامور ومتمرسين ومعارفين بلي انت اذا جيت حتقيم في الجزائر لازم تكون عندك عمل، واش راك ناوي تخدم؟ هل انت راح تفتح مشروع الخاص تاعك؟ او انك عندك ديجا عقد عمل مسبق؟ يعني هناك بعض الاجراءات اللي يلتجئوا لها الامن ليقدروا يعرفوا بسهوله هذا الانسان هل هو فعلا غرض الرئيسي هو الزواج او هو فقط لتحايل و قيام بامور اخرى. وقت زواج اجنبي بجزائريه؟ قلنا قبل ما تديروا لا داس تاع العرس على الاقل وجدوا لوحديكم ثلاث شهور من قبل باش تدفعوا الرخصه، الرخصه تاخذ ثلاث اشهر. ثلاث اشهر. يعني في الغالب يعني ماكسيموم اربعه اشهر مش اكثر. شكرا لك. عفوا انا وقتنا بدا دقائق لكن استفدنا كثيرا من خلال هذه التوصيات استاذه لميا، نورتينا بحضورك واطلالتك. شكرا لك. ونتمنى انه الكل استفاد بالاخص اللي يفكروا في الزواج من اجانب، اقامه طيبه نتمناها لكل اشقائنا العرب المتواجدين في بلدهم ثاني الجزائر و والشيء اللي يثبت ذلك والمحطات والفقرات والخدمات التي نقدمها بكل محبة ومودة بتواجد الكثير والعديد من الأخصائيين في مختلف المجالات. حابين بينهم الحاجة فتيحة اللي في كل مرة تنورنا وتفيد كل السيدات الماكيتات في البيوت اللي عندهم نوستالجيا الزمن الجميل في الطبخ الجزائري الأصيل، وأيضا الشابات المبتدئات ربما لأول مرة ينظموا حياة بيتهم اليومي العرسان الجدد. ألف ألف مبروك لكل عرسان هذا الموسم وكل بيت يعيش فرحة
الا ونباركوا له بهذه المناسبه. تحيه خاصه الحاج برقعه اقول سيرين اللي تحصلت على شهاده البكالوريا، الف الف مبروك القاطنه او الساكنه بوادي العلايق. تحيه من كل اهلها ومن كل برنامج صباح الشروق لسيرين وكل الفائزين بكل الشهادات، ان شاء الله حياتكم كلها نجاحات. وفي كل فرحه اكيد يكون حاضر معنا العسل والدهان البلدي الاصيل اللي هو السمن اللي نزينوا به الاكل نتاعنا والحلويات ايضا. وراي حاضره معنا الحاجه فاتحه اللي زينت لنا بلاطو صباح الشروق واللي راح تفيدكم وتعرفكم على طريقه تحضير السمن البلدي الاصيل وايضا طريقه تحضير العسل. ورانا لاحقين الحاجه. انا لاحقين بعد ما طيبناه وسناتك شوفوا كيفاش راهو الملح كيفاش حبط كامل القاع وقعد غير السمن وحده. إيه؟ هذا السمن نفرغه هنايا باش يبرد. السمن نوروا برك نفرغوا بهذا اليد باش هكذا باش يبان مشاهدين. نصفيوه مليح نحطوا برك السمن وخلوا الملح لتحت. آه ياك غير السمن. ياك بسم الله هكذا باش يبرد. الله الله ولا اصفر. هذا ما نزيدلو والو غير الملح برك. والو غير الملح. الملح وشنو يقعد 15 يوم 20 يوم. إيه؟ باش يعطي ديك الريحه تاع السمن. هكذا نصفيوه مليح. نصفوه مليح هكذاك نحبطوا هذا. لا هذا ما تستعمليش خلاص. لا لا خلاص هذاك ما خلاص ما نغسلو كسرو هنا ولا خلاص. هذا نخلوه هنا يبرد من بعد نديروه في بلاره ولا في حاجه تاع ليش. هاي بدات الريحه ما شاء الله. ها ريحه الدهان. هنا السمن بعد ما يبرد ونحطوه في القاعه ويدير هذاك ينطملوا هذاك الشمع العسل. العسل ايه العسل. شوفوا كيفاش يكون. ها شوفي هاي لك الشمع الحر اللي وريته لكم قبيله يطلع كامل من الفوق. هذا الشمع تنحيه ترى مين تعاود تستعمليه؟ كاين اللي تحب كي يكون عندك يقدروا يستعملوه مره اخرى. يستعملوه بصح يزيدوا له معاك. لازم نشوف لك حاجه باش تحطي فيها. هذه هذه تكفيك هذيك؟ نواسي هكذا شويه. وهذه واش راح ديري بها؟ بعد نحطوا فيها. ديري فيها العسل. هكذا لازم يتنحى كامل هكذا. شوفوا دوك العسل كيفاش راهي شابه من هذاك الشمع الحر. حتى اللون تاعو اللون تاعو راهو لون عسل. ها واو هاي لك بعد نوريه لكم في هذا غلا ثلاث غليات ولا اربع غليات؟ ثلاث غليات الرابعه نحطوه في القاعه يبرد وباش ينطم لنا هذا الشمع الحر نحوه كامل نصفوه ومن بعد نديروه في بلاره ولا بيدونا. هذا واش يستعملوا؟ هذا اللي يديروا به طمينه، يديروا به الحلوى، يديروا به بقلاوه، يديروا به طمينه، يديروا به مقروط، يديروا به كلش واش حبوا ويجي بنين ما شاء الله. ها الله الله في غير الشمع الحر وهذاك الشب والماء ريت لو نص تاع الماء. شاهيناكم بالجنة ربي يحمي يماتكم. شوفوا ها الحاجة من بعد نعاودوا نرجعوا لك اكيد باش نشوفوا طريقة التقديم كيفاش نقدموه ونشوفوها حاضر وجاهز. قلتي لي عندك تحية لمن كنتي حابة تمديها؟ أنا ندير تحية لأختي اللي هي مريضة في الخضارية زاهية أختي وخويا ثاني مريض. نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله وعمر طويل طويلة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يشافيهم ربي يشافي كل مرضانا ومرضى المسلمين. تحية لكل أبناء وطننا اللي متواجدين في المهجر اللي يتابعوا برنامجنا الصباحي صباح الشروق. الخدمات بامتياز للمرأة نصيب كبير في برنامجنا الصباحي. نذكر فقط أنه يمكن للجميع التواصل والتفاعل معنا من خلال تشكيل رقم التليفون الوحيد والأوحد اللي تقدروا من خلاله تسمعون أصواتكم. أيضا يمكن الانضمام لصفحتنا الرسمية الخاصة بقناة الشروق تي في تابعوا من خلالها كل الحلقات اللي فاتوا حلقة من حلقات برنامج صباح الشروق راح يعاود يشوفها ويعاود يلقاها. أيضا تطبيق الواتساب نضعه في خدمة الجميع. حابين أنكم ترسلونا بعض الصور بعض الفيديوهات كيفاش راكم تقضيوا في عطلة الصيف عطلة نتمناها مريحة للجميع كل الراحة والأريحية في خدماتنا وفقراتنا. المرأة مرتاحة في بيتها وتدي بعض الطرق والتوصيات السريع اللي تفيدها في يوميتها. محطة التي تعنى وتهتم بالجمال حاضرة بعد هذا الجينجل. تفضلوا كوني الأجمل مشاهدينا الكرام. هذه الفقرة اللي تجيكم كل يوم سبت تعنى بجمال المرأة الجزائرية. إذا اليوم موضوع جديد حنتكلموا فيه على تقنية جديدة ونشوفوا كثير من النساء يستعملوها اللي هي تركيب الرموش. حنتعرفوا على الطريقة الصحيحة لتركيب الرموش مع ياسمين. نرحبوا بها. صباح الخير ياسمين.
صباح الخير لكم ولكل مشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا. لاباس بخير؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. اذا كما قلت المرأة الجزائرية ولات تبحث على كل حاجة جديدة حتى تبرز بها جمالها. في السنوات الأخيرة ولينا نسمعوا بزاف عن تركيب الرموش. نعم. أولا لو نتكلموا على هذه التقنية وشنو هي شروطها وش لازم يستوفى حتى نقدروا يكون فيه تركيب سليم للرموش، خاصة وأنه العين منطقة حساسة جدا. كما على بالنا بلي الرموش الاصطناعية ولات تساهم في باش تبرز جمال المرأة. ودوكا رانا في زمن المنتجات التجميلية الاصطناعية كثير. شروطها لازم يكون عندنا شعرة صحية. مام إذا كانوا شعرات صغيرين ولا كبار نقدروا نديروهم. والرموش تفتح لنا العين. ما لازمش تكون عندنا زعما عين نتاعنا ما لازمش تكون مريضة. إيه. لا بوفيغ ثاني تكون عادية. اليوم حنتكلموا على الرموش الدائمة. يعني اللي تشد ثلاث شهور. ماشي ثلاث شهور. شحال يشدوا؟ يشدوا شهر حتى لشهر ونص. إيه حنتكلموا على هذا الرموش. نعم. ولا الرموش العادية يعني نديروها. لا كنا نديروا لي فوسيل. إيه. من بعد دوكا ولينا نديروا سوا بوكي سوا اكستنسيون سيل، شعرة بشعرة، سيل على سيل. اليوم واش حنشوفوا؟ راح نديروا بوكي، لأنه الوقت ما عندناش كثير. أها. هي كاينية هذه يعني بمجموعة الشعيرات. الباقة تاع الشعيرات. الباقة ولا كاين بالشعرة شعرة؟ تجي شعرة بشعرة، شعرة بشعرة تستغرق واحد ساعة ونص للتركيب. مي بصح بوكي يستغرق 21 دقيقة. الاختلاف من الاختلاف بينهم؟ شعرة بشعرة يكون جد طبيعي. اوكي. هذا يكون مش طبيعي 100%، لكن 80% طبيعي. غنخدم ناعين وجزناها من قبل، لأنه الوقت يكون صغير. هاولي صغير. ودوك من هذوك نوريو كيفاش نديرو التركيب. كاينين وين نركبو من الفوق، غمضي عينك من فضلك. هاولي افتحي عينك. وكاين طريقه جديده ثاني نركبو من الداخل. كاين ناس بزاف يخافوا لانه العين كما قلت لك هي منطقه حساسه. حساسه كثير. ولينا نسمعوا بزاف مؤخرا بعض الحوادث طبعا المتفرقه اللي ما تكونش فيها ما تكونش فيها حاضر ربما الضوابط الصحيحه لممارسه مثل هذه التقنيات. وش اللي يقدر يضر العين؟ هو نوع اللصقه اللي نستعملوها، الغيره. الغيره كاين لصقه سبيسيال، كاين دوك وين المنتجات هم بزاف عم يديروا دي برودوي شغل كوبي ماشي لوريجينال. دونك هادو ثاني يضروا، لازم تكون الجوده تاعها تكون عاليه. الشعره يعني جوده الشعره، جوده خاصه جوده الغيره تاعنا. لازم تكون بزاف الجوده تكون مليحه. ولي برودوي تاعنا لازم يكونوا اللي نستعملوهم لازم توجور نديزانفيكتيوهم. المكان تاعنا باسكو هاد العين المنطقه كثير حساسه. وخاصه نشوفوا لا كليونت لما تكونش عندها مرض في عينيها ولا في لابوبيغ تاعها، هادو كامل يخليو تكون اون انفيكسيون من بعد في العين. ومن بعد تحب ازاله الرموش تكون بطريقه سهله ولا هي سهله؟ كاين بزاف ينحيوهم وحدهم، هاد الشيء ثاني يؤدي باش تمرض العين. هي نورمالمون تعاود تروح لمحل الحلاقه وين صالون الحلاقه وين دارتهم، كاين برودوي سبيسيال يقولوا له ريموفر، هو اللي نديروه يزيلهم عادي. اوكي. اذا راح نشوفوا مع بعض وش الادوات اللي حتستعمليهم اليوم ياسمين. عندنا رموش ديالنا، عندنا الغراء. وعندنا اللقات اللي نبلاسيو به. ايه. وعندنا اللي نزيرو به. ايه. اوكي. اذا راح نخليك ياسمين حتى نشوفوا طريقه تركيب الرموش. عاودوا نذكروا انه مثل هذه الطرق لازم تكون على يد مختصات ولا مختصين في المجال التجميل، وماشي اي شخص يقدر يركب الرموش لانه كما قلت منطقه حساسه وقد تؤدي الى مضاعفات خطيره بعض الاحيان. كاين بزاف دوكا راهم يمرضوا يروحوا دايوغ ميم لي ميدسان راهم يضلوا يوصي ويعاودوا يقولوا فات تري اتونسيون لا كول. هي مالغري كي تشوفي هي طريقة يعني عملية سهلة للتركيب. بصح ما لازمش نسقوا، ما نقربوش لابوبيغ. وين نسق؟ فوق الشعرة ولا فوق الجفن؟ بين الشعرة والجفن. بين الشعرة والجفن. ما لازمش نسقوه بيان في لابوبيغ، باسكو كان هذيك اللصقة تلصق في لابوبيغ في جفن العين. إيه؟ هو اللي يؤدي لمرض العين. هذيك اللصقة كي تلصق مليح اللي يدير الانفلاماسيون هذيك. وكاين يشوفوا وين يطيحوا لهم شفارتيهم، هنا واش يكون السبب؟ السبب كي تحكي عينك بزاف. ايه هادوك يخليهم يطيح، ولا اللصقه
اللي نستعملوها لا كول تاع ليكستونسيون اللي نستعملوها لا دوري تاعها ما تشدش بزاف باسكو كاين اللي تشد لا دوري حتى ل 25 جور وكاين اللي تشد جوست 10 جور مي ما يقولوش هما كاين بزاف كثير اللي ما تقولش لا كليونت باللي السقاره هذه راهي دائما صالحه غير لمده 10 ايام. واش ما الشروط يعني باش يشدوا اكثر؟ ما لازمش تدوش بهم ما يقيسهمش الماء ولا عادي يعني تستعمل؟ لا عادي كيما تكون يعني السقاره مليحه يعني عادي تقدر تدوش بهم كلش. ما نحكوش بزاف العين. اوكي. هذا الشيء يؤدي الحاجه الاولى الشفره تتكسر. وزيد تصرى التهاب في الجفن. هاي ليك يعني طريقه سهله وبسيطه. تقدر السيدات تستعملها في البيت ولا يعني ما ننصحوش بهذا الامر؟ ننصحوه باللصقه العاديه تاع لي فوسيل. تاع الرموش هذوك البسيطين اللي نستعملوهم في الاعراس كثير. هذيك اللصقه تقدري تستعمليها عادي مي بصح كيما تكون غير اللصقه الخاصه هذيك يستحسن انه تروح لصالون تجميل احسن وحده مختصه. ياسمين خليوك تكملي الخدمه ديالك حتى نشوفوا الشكل النهائي بعد قليل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك ياسمين ونشكروا العارضه الحاضره معنا لنهار اليوم. مشاهدينا رايحين على فاصل قصير نستكمل بعده ما تبقى من المحطات بقوا معنا. من حولها الضيوف وتكون مليانه بكل الاكلات التقليديه الحلويات وغيره، لكن قبل ما يتحط كل هذا الشيء للضيف لازم اول حاجه يشوفها هو الديكور البيتي الاكسسوارات التي توضع وتختلف باختلاف المناسبات. كثير من البيوت راهي تعيش فرحه الفوز والنجاح بشهاده البكالوريا وشهادات اخرى وتتويجات صنعت فرحتها ابنائنا وابناء هذا الوطن الحبيب. تحيه الى عائله ورقعة اللي يحييوا بنتهم سيرين اللي تحصلت على شهادة البكالوريا، وتحية كبيرة من عند نور الدين بخميس مليانة إلى أبنائه كل من لينا وأخوها صبري وإلى كل مشاهدينا أينما كانوا. موضوعنا جميل. موضوعنا جميل جدا في فقرة ألوان مزينة بالألوان. مزينة بالألوان الجميلة بالألوان. قلتي لها أنت يا لون اللون الوردي. وأنا نشكر على هذا اللون الوردي والإطلالة دائما بوتيك لاغوز بالشراقاني نشكرهم على مرافقتهم ليا شكرا جزيلا. حنشكروا أيضا اللي حترافقنا في هذه الفقرة. راح نستفادوا منها كثير رانيا لاراشيش بعد هذا الجينجل في فقره الوان. تفضلوا. أني نقول له لطفي نسيت لقب اخر غزالي. غزالي غزاله 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 باطلالتها في برنامجنا الصباحي. المهندسه المعماريه والخبيره في الديكور الخارجي والداخلي رانيا غزالي لاراشيش الحاضره معنا اليوم لاستعراض محطه الوان. واليوم اخترتي لنا الوان زاويه من زوايا البيت اللي هي صالون صح؟ هي صالون فوالا. بون نحب بكم صباح الخير. صباح الخير كامل المشاهدين اللي يشوفوا فينا. دونك نحكي بهذه المره على لو سالون. على سالون ديجا كنا حكينا على الاريكه كيفاش نخيروها. دونك دوكا نكملوا لا سويت مع طاوله القهوه كيفاش يكون الاختيار تاعها. دونك اسكو يكون الاختيار تاعها على اساس الشكل فقط على حساب باغ اكزومبل الخامات ايضا ولا على حساب المقاسات او لو ستيل كذلك. وايضا حنحكيو شويه على تنسيقات الاكسسوارات على اي اساس نسقوا الاكسسوارات تاعنا. اوكي. دونك نبداو اول شيء لازم الخيار بالشكل والطاوله بذاتها. نعم. كيفاش نخيروا دوك يجوزوا لنا بعض الصور فوالا باش نشوفوا مع انواع الطاولات. الطاولات دونك اول شيء نحكيو على الطاوله. هنا خرجوا لنا صوره المقاسات. اول شيء لازم نخيروه ولا لازم نعرفوه هو المقاسات تاع الاريكه تاعنا. دونك كنا حكينا على انه الانسان كي يجلس في الاريكه تاعو اون بوزيسيون تكون بيان الظهر تاعو يكون مستقيمته كذلك الطاوله تاعو. دونك مادام عندنا الارتفاع تاع الفوتوي تاعنا هو 50 سنتيمتر دونك كذلك الطاوله تاعنا ما يليقش تكون على نفس الارتفاع مع الفوتوي تاعنا باش تكون لانكلينيزون ولا الانحناء الظهر تاعنا مناسب وفوالا يكون حابط شويه على الركبه. يكون حاطه ب 5 سنتيمتر على مستوى الركبه. على مستوى نو على الارتفاع نعم اللي هو يحدد الركبه يحدد الارتفاع. نعم. كذلك عندنا
قاسات دونك علاش انا نحكيو على الاريكه؟ لانه باغابوغ الاريكه اللي حنخيروا لا طابل تاعنا. اوكي. دونك كنا خيرنا الاريكه، عرفنا لو ستيل ديجا تاعها، عرفنا المقاسات تاعها، ابخي باش ندوزوا لا طابل تاعنا. كيفاش سمحي لي كيفاش نخيروا شكل الطاوله؟ كاين اشكال مختلفه، كاين المربعه، المستطيله، الدائريه وغيره. نعم. كيفاش نقدروا نوفقوها مع الصالون؟ واش نوع الصالون اللي يمشي مع شكل الطاوله اللي نختاروها؟ فوالا كيما حكيتو تي كاين لي موديل ولا الاشكال اللي نلقاوهم، نلقاو الريكتانغولار اللي هو المستطيل، دونك الشكل المستطيل هو شكل كلاسيكي نوعا ما، دونك يتماشى لنا ولا تقليدي كذلك، لي تراديسيونيل. هي طاوله شهيره في كل بيوت في الجزائر. فوالا نلقاها نصيبوها في كل بيوت. وين نروحوا نلقاوها؟ بعد النحاس طبعا. زمان كانوا يديروا السني هذاك المدور. وي دونك كيما حكينا المستطيل، الشكل المستطيل يكون يتماشى لنا مع لو ستيل كلاسيك نوعا ما، الكلاسيكي. كذلك نلقاو لا فورم اوفال كيما اللي عندنا هنا في البلاتو، تتماشى لنا هي فاش مليحه لا فورم اوفال باغ اكزومبل. دوك في لا فوتو اللي جايه نشوفوا كيلكو اكزومبل. يعطينا المخرج الصور نشوفوها مع بعض. ماشي هذه دونك هنا كيما شفنا دارج كذلك هذاك لو موديل تاع لي طابل اللي يكونوا عندنا بزاف دي طابل وملمومين، دونك هنا سومبلاج تاع لي طابل مجموعة تاعني طويلة. فوالا هذاك لو موديل، فوالا في هاد لابلونش نلقاو لي زيكزومبل. دونك كيما شفنا الشكل المستطيل هو يكون كلاسيكي تراديسيونيل، ابخي عندنا لا فورم اوفال باردون اللي تكون مودرن، لا فورم مودرن، وايضا تاعنا للحركه باش نتحركوا بيان في لو سالون تاعنا. مي وشنو تكون على حسب لا سيرفاس لوت في، دونك كي تكون عندنا اون سيرفاس كبيره، مساحه كبيره، نعم نكبروا، نقدروا ناخذوا لا فورم اوفال. اه نعم تتماشى لنا مع اون سيرفاس بلوتو تكون كبيره على اون سيرفاس صغيره باسكو تزيد تصغر لنا. اذا ابخي عندنا لا فورم كاري، لا فورم كاري هي كيما لا فورم ريكتانغولير نلقاوها كذلك بارتو، سي اون فورم كلاسيك تراديسيونيل نوعا ما. مي وشنو كيفاش نقولوا نتبناوها كي يكون عندنا اون سيرفاس صغيره بارابور ريكتانغولير. فوالا هي سي اون فورم كلاسيك اللي تتماشى لنا مع اغلب لي ستيل بارابور واش عندنا في لو سالون. مي وشنو لا سيرفاس تكون صغيره. عندنا كذلك لا فورم سيركولير كيما سني باغ اكزومبل اللي كان عندنا، سي سيركولير وكان ديجا بكري يمثل لهم مع فساليكسيوز راقيه، دونك نحطوها. كذلك لا فورم سيركولير، دونك الشكل الدائري دائما يريبروزيتي لنا عفسه راقيه، يمثل حاجه راقيه. فوالا تمثل عفسه راقيه، وثاني فيها عفسه بوزيتيف ولا افونتاج هو على حسب الاطفال اللي عندنا في المنزل. دونك باغابوغ هنايا الاباء ولا لا فامي اللي خيرت، كاين اللي يشوفوا لهاد لو ديتاي، دونك يخموا على كلش ماشي غير الشكل ولا. فوالا دونك لا براتيك تاع لا تابل تاعنا تساعد لي زونفون باسكو ما فيهاش لي كاتر كوان، دونك تكون سلامه تكون امنه اكثر. ميم الاوفال كذلك. كيفاش نزينوا هالطاوله؟ المائده كيفاش تزين؟ شوف اسمحي نحكي برك على المقاسات قبل ما نكملوا. اوكي نزيدوا في المقاسات. فوالا في المقاسات، دونك كنا حكينا نخيروا لو ستيل تاع لو سالون تاعنا المقاس تاعو، لا طابل تاعنا لازم تحكم منا نصف الطول تاع الاريكه تاعنا، دونك هو العرض تاعها ولا الطول تاعها يكون نصف الطول تاع دوك في لافوتو راهي تبان موضحه، او تنين اربع. اوكي دونك فوالا. ابخي نقول للتنسيقات كيما حكينا لطفي، دونك هي جينيرالمون شوفوا مزهريه فاز، هادو سي لو كليشي دائما نلقاو. احنا زمان كانوا يديروا مزهريه ولا ديكور او اكسسوار اللي يتحط في الوسط بدون اضافات اخرى، لكن الان صارت كانه متحف الطاوله نحطوا فيها اكسسوارات كثيره وتحف عديده. فوالا كيما نشوفوا كيما حكيتي ايمان هنايا في ديمونستراسيون كاين ان موديل، دوك نحكي كيفاش درنا. دونك في كيفاش كانوا بكري يحطوا برك هذاك لو فاس، ديجا هو سي ان برانسيب، هذاك سي ان برانسيب تراديسيونيل، لا فورم ولا تاع لاسومبلاج تاعنا تاع هذوك لي زارتيك يكون اون فورم. انت جبتي لنا مجموعه راح نحاول انا نرتبهم واعطيني رايك. اوكي اذا مخرجنا انا نتوقع انه هذا يتحط في الوسط كما راه، انا نشوف انه هذو الشموع نقدر وحده هنا وحده هنا أصلاً هكذا، هادو الكتب ربما
باش يقراو اللي يحب المطالعه. وهذيك باش نحطوا القهوه فيها. وهذه باش نديروا فيها القهوه. جيب لي القهوه. يعطيك الصحه نورتينا رانيا، كانت اطلاله خفيفه. نتمنى انه استفاد الكل من خلال هذه التوصيات القليله اللي تقدروا توظفوها داخل الصالون. احنا لحقنا الختام رانيا، نورتينا بحضورك اطلالتك. نمروا الان الى ختام حلقتنا مع الحاجه فتيحه اللي راهي حاضره معنا، وفي طريقنا راح نمر ايضا على المحطه الجمال. رانيا يعطيك الصحه. روحي انت ختمي. شكرا لطفي. اذا انا نقول للمشاهدين نقول لهم ابقوا على خير، القاكم غدا بحول الله وعدد جديد من برنامج صباح شروق. ويكند ممتع مريح اتمناه للكل. شكرا. اذا انا نشوفوا النتيجه النهائيه اللي كانت مع ياسمين. شكرا جزيلا لك ياسمين. شكرا لك. يعطيك الصحه، نتلاقاو الاسبوع القادم ان شاء الله. الحاجه شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه، حليتي لنا البرنامج اليوم بهذا السمن والعسيله اللي درتيها لنا. يعطيك الصحه الحاجه. الله يسلمك. هاي النتيجه تاع العسل كيفاش، والسمن هاولي كيفاش، كي بعد ما برد درناه في البلاره ويستعملوه. شهيه طيبه. شهيه طيبه. شكرا جزيلا لك الحاجه. اذا مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، نلتقي باذن الله غدا ان شاء الله نفس الموعد على نفس القناه. تبقوا معنا، الى اللقاء. على خير.